الله السود واضح. أهلا بكم في يوم الـ11 في سلسلة الورش مواصلة الباحثين السودانيين في برنامج لينك، وسعيدين جدا أن ألتقيكم الليلة بمعية الدكتورة سارة. هي كما هي موضح قدامكم معروفة لديكم، اشتغلت برضو عن في منحنيات البحث، وقالينا إن شاء الله نشتغل في تحليل البيانات الاقتصادية والتجارية، وإن شاء الله كده كلنا نركز ونطلع باستفادة أكبر إن شاء الله. أنا إن شاء الله هوقف الشير بتاع السلايد عشان الدكتورة تقوم مع تبدأ إن شاء الله طوالي. شكرا لك يا مجدي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ مساء الخير عليكم جميعا، مرحبا بكم تاني في الورشة الثانية هنتكلم فيها عن تحليل البيانات الاقتصادية والتجارية. امبارح كان تكلمنا عن منهجية البحث، وهما الورشتين مواضيعهم متقاربة، فبالتالي حيكون في جزء من المواضيع اللي تكلمنا عنها في الورشة بتاعت أمس ممكن تكون relevant للورشة بتاعت اليوم. فنبدأ إن شاء الله. طيب الشير واضح؟ واضح دكتورة. تمام. طيب في السيشن بتاعت اليوم إن شاء الله أو في الورشة بتاعتنا هنتكلم عن محاور معينة. أول حاجة هدي overview عام عن الفرق بين الـ data analytics والـ data analysis. هنتكلم عن الأنواع والـ methods أو techniques المختلفة مع بعض الأمثلة، وكيف الـ data analytics أو الـ data analysis بيتم استخدامه في الـ economics and business research. بعد ذاك هنتكلم عن الـ data analysis بتفصيل أكتر، البروسيس والتكنيكس المستخدمة. بعدك هنتكلم عن التولز اللي هي السوفتويرز المختلفة اللي ممكن تستخدم للأناليسيس. هنمشي ناخد introduction بس يعني highlighting للأدفانسد تولز فيما يتعلق بالماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس. وآخر حاجة هنشتغل مع بعض practical application اللي هو هنطبق جزء بسيط من الاناليسيس اللي هنتطرق له باستخدام اكسل وسمارت بي ال اس. طيب نبدا. اول حاجه هنتكلم عن الديتا اناليتكس. ما هي الديتا اناليتكس وشنو الفرق بينها وبين الديتا اناليسيس او العلاقه بين الديتا اناليسيس والديتا اناليتكس؟ طيب الديتا اناليتكس هي broad field، بمعنى انه يعني مجال واسع بيشمل كل الطرق اللي بيتم من خلال استخدام البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرار. فهنا نحن بنتكلم عن الفريم ورك العام اللي هي الديتا اناليتكس، تحويل الرو داتا ل انسايتس تستفيد منها البيزنسز عشان تقدر تحسن عملية اتخاذ القرار. الـ Data Analysis هو subset من الـ Data Analytics، بمعنى أنه هو فرع منه. بيتكلم عن specific processes زي ما هنشوف بعد شوية، في techniques معينة بنستخدمها عشان نحلل البيانات. فهنا بنلقى أنه الـ Data Analytics بتاخد البيانات، بتحلل الـ patterns الأنماط المتكررة فيها والـ trends، وتحاول أنها تستكشف العلاقات بين المتغيرات المختلفة على أساس إنها تتحصل على insights، تعرف يعني معلومات جديدة تفيد في البزنس. بتساعد في identification of opportunities والthreats برضو، إنه تعرف من خلال البيانات دي والتحليل بتاعه والنتائج بتاعتها شنو الممكن يأثر على البزنس، وشنو مثلا إذا في سيناريوز معينة وإنت محتاج إنك تتخذ فيها قرار كيف تقدر تعرف إنك إنت اتخذت القرار الصحيح. طيب الديتا أناليتكس الأنواع الأساسية بتاعتها أربعة.
بتختلف من حيث الكومبلكسيتي التعقيد بتاعها من ناحية اناليسيس تكنيكس يعني والفاليو. فكل ما زاد الكومبلكسيتي بتزيد الفاليو. اول ليفل هو ليفل الديسكريبتيف، احنا هنا بنوصف البيانات. التكنيكس عاده بتكون مستخدمه هي الاجريجيشن او السمرايزيشن، انك انت عندك مثلا رو داتا عايز تعبر عنها في شكل تيبلز، فده يعتبر ديسكريبتيف اناليسيس. في الكلاسترينج والاسوسيشن. الكلاسترينج انك انت تقسم البيانات لمجموعات معينه حسب خصائص مختلفه، والاسوسيشن انك انت تستكشف العلاقات بين المتغيرات. الامثله اللي ممكن تكون ريليتد للبزنس فيما يتعلق بالديسكريبتيف اناليتكس هي مثلا الفاينانشال ستيتمنتس، يعني انت في نهايه العام المالي لما تيجي تعمل القوائم الماليه ده يعتبر نوع من الديسكريبتيف اناليتكس. ليه؟ لانك انت جمعت كل المصروفات مثلا وكل الإيرادات وبعدين قسمتها لبنود معينة، فكده أنت وصفت إنه التدفقات النقدية دي مشت وين، فده descriptive analysis. برضو الديماند ترندز من غير forecasting، الديماند ترند بس إنك أنت توصف كيف كان شكل الديماند أو الطلب في فترة معينة، مثلا في شهور معينة ارتفع، في شهور معينة انخفض، في شهور كان مثلا stable، فده هنا أنت بتوصف في الديماند. البروجرس ريبورتس برضو بتوضح انك انت مثلا كم في الميه كان الانجاز او التحقيق الريكويرمنتس لهدف معين. طيب الليفل اللي بعديه او المستوى اللي بعديه بيوصف انه اللي هو الدياجنوستيك، اللي هو تحليل يعني، او ممكن نقول انه يعني مقارنه بالجلسه بتاعته امبارح ممكن يكون اكسبلوناتوري. فهنا نحن بنستخدم الريجريشن والديسيجن تريز كمان تكنيكس، اكيد طبعا بيكون في تكنيكس تاني. هنا نحن هدفنا اننا نوصف الحاجه اللي حصلت دي ليه حصلت، why did it happen. فالديماند اناليسيس فور اكزامبل بيوضح الاسباب اللي خلت الطلب يرتفع او ينخفض، كيف؟ عن طريق استكشاف العلاقات. يعني اذا لقينا في اسوسيشن بين ارتفاع الطلب و فاكتور تاني كان بيناتهم الكوريليشن، وبالتالي الريجريشن وضح انه في علاقه سيجنيفيكنت، فبالتالي احنا كده قدرنا نفسر انه ليه الطلب ارتفع في فتره معينه. برضو بالنسبه للماركتنج تشيرن اناليسيس، اللي هو تشيرن مقصود به انه العميل يتوقف عن كونه عميل، بمعنى انه ما يتعامل مع الشركه انيمور، خلاص يخلي تعامله مع الشركه، ينهي خدماته معاها أو ما يشتري منها تاني. فهنا برضو لما نعمل الاناليسيس ده بنحاول نعمل ريجريشن عشان نعرف شنو العوامل اللي كانت سبب في إنه العميل ده ما راضي عن الشركة وبالتالي ما حاب إنه يستمر في التعامل معه. نمشي ليفل اللي قدام اللي هو البريدكتيف اناليتكس. البريدكتيف اناليتكس بتتكلم عن what will happen في المستقبل بناء على الحاجات الاوريدي حصلت في الماضي الديسكريبتيف، وبناء على تحليلنا لانها هي حصلت ليه بنقدر نصل لبريدكشن انه شنو ممكن يحصل. فهنا بنستخدم الكلاسيفيكيشن والريجريشن بالاكستنشن بتاعه اللي هو الفوركاستنج. فالكلاسيفيكيشن بيوضح لي انه بناء على موديل معين انه نفس مثلا تشيرن اناليسيس كدياجنوستيك موديل ممكن to be extended، يعني نضيف له analysis إضافي يقدر يوضح لي، يبقى model بتاع classification، بمعنى إنه أنا باخد بيانات معينة بقدر أعرف من خلالها إنه هل العميل ده حيواصل في العمل في التعامل مع الشركة دي ولا لا، بعمل classification إنه حيكون yes or no. والregression بالforecasting بيوريني إنه بناء على variables معينة شنو، يعني مثلا بناء على السعر او سيزونال فاكتورز معينه شنو الاكسبكتد ديماند، الكميه بتاعته ممكن تكون كم. فالاكزامبلز هنا في النوع ده من الاناليتكس ممكن تشمل الفيوتشر كاش فلوز بناء على الفاينانشال ستيتمنتس في الديسكربتيف اناليسيس. ممكن نحاول نتنبا بانه كيف حيكون شكل الكاش فلوز في الفتره القادمه. ممكن برضو نعمل بريدكشن للستافنج نيد، انه نحن بناء على السيزوناليتي الحاصله في مواسم معينة بحتاج فيها لي ستاف إضافي.
برضو الليد كونفرجن، الليد اللي هم في الماركتينج، الناس اللي نحن متوقعين انهم يتحولوا لكاستمرز، فهم في المرحله بتاعت انهم لسه ليدز. فهنا الليد كونفرجن عشان نقدر نتنبأ بانه هم هل هيتحولوا من كونهم ليدز لانهم كاستمرز فعليين ولا لا، ده برضو بيتم عن طريق بريدكتيف مودلز. اخر نوع اللي هو الموست كومبليكيتد والموست فاليبل يعني نسبيا، هو البريسكريبتيف اللي هو بيوصف العلاج زي البريسكريبشن الروشتة. البريسكريبتيف اناليسيس هنا بيوريني how can we make it happen أو what should we do, what type of action، شنو القرار اللي المفروض اتخذه. من الأمثلة بتاعت التكنيكس بتاعته الAB testing والسيموليشن. الAB testing باختصار بدي two scenarios، إنه مثلا أنا عندي منتج عايز أنزله السوق بسعر معين، أو عندي منتج already موجود عايز أضيف له فيتشر معين. فبيكون عندي الخيار الأول A، إنه المنتج بالسعر مثلاً $100، نفس المنتج بالسعر مثلاً $90. فبعمل تيستينج وبشوف إنه الديماند الأعلى وين مثلاً. السيموليشن اللي هو المحاكاة بيكون عبارة عن إنه بيكون في عدد من السيناريوز، وبعد ذاك أنا بحاول أتنبأ أو أعرف إنه كل سيناريو حيصل لشنو. بعد ذاك النتيجة المرضية بالنسبة لي بناء على السيموليشن، النتائج بتاعته هي الحاجة اللي أنا بتخذها كقرار. وزي ما قلنا دي حاجة في المستقبل، فبالتالي في نسبة بتاعت خطأ، إحنا بنحاول قدر المستطاع باختيار التكنيك المناسبة إنه نقلل نسبة الخطأ، لكن ما بنقدر to entirely eliminated، لازم يكون في نسبة معينة بتاعت خطأ. فالأمثلة بتاعت البرسكريبتيف هي مثلا الانفستمنت ديسيجنز، لو أنا إنفستر عايز to invest في شركة معينة أو عندي عدد من الخيارات بتاعت الإنفستمنتس، بحاول أعمل simulation أو A-B testing أعرف شنو الخيار بيكون أفضل بالنسبة لي. برضو lead scoring، leads قلنا هما الـ potential customers، الناس اللي أنا عايز أعمل لهم conversion لcustomers. فهنا بعمل لهم scoring معين، لأنه طبعا في تكلفة مقابل انه انا to pursue الليد عشان احوله لكاستمر، هيكون يعني في كوميونيكيشن موجه تجاهه مثلا، في تكلفه مخصصه له. فالليد سكورينج بيساعدني في انه انا اختار منو من الكاستمرز بيكون يعني الاحتمال بتاع انه يبقى منو من الليدز احتمال انه يبقى كاستمر اعلى، فبالتالي انا بركز مجهودي عليه. فده بشكل عام الانواع بتاعت الاناليتكس. طيب شنو اليوز كيسز في الايكونومكس اند بزنس سيناريوز اللي ممكن نستفيد منها؟ بتساعد في انه تفهم الكاستمر بيهيفير او الكونسيومر بيهيفير، ليه الكاستمر عمل الحاجه الفلانيه. ده بيكون مثلا تبع الدياجنوستيك، تو اندرستاند ذا افكتيفنس اوف ماركتنج كامبينز، ده برضو دياجنوستيك. ليه؟ لانه انا حقارن بين الماركتنج كامبين مثلا اكسبنسز والنتائج طلعت بيع، فبقدر أحدد هل هي كانت effective ولا لا. To identify new sales opportunities، دي ممكن تكون وين؟ ممكن تكون عن طريق predictive، أنا بتوقع إنه وين ممكن تكون new sales opportunities بناء على prediction model المحدد. To improve the operational efficiency، دي ممكن بالdescriptive يعني financial statement بتوري إنه مثلا كان في مشكلة في منطقة فلانية فأنا بحاول أعالجها، يعني هنا to improve what happened you need to describe it، أول تعرف هو شنو الحصل عشان تقدر تعدل. To identify potential risks برضو predictive. To forecast future business performance برضو بيكون predictive، أو ممكن حتى يكون prescriptive إذا نحن يعني حنحاول أن نختار سيناريو معين أو قرار معين من عدة قرارات. طيب نجي للdemand analysis، كيف بيتم وشنو التكنيكس المستخدمة فيه. طيب الديماند اناليسيس بيمر بمراحل ستيبس معينه، من بدايه الداتا كولكشن لحد ما نصل للريبورتنج. كل خطوه بيكون عندها خطوات داخليه، يعني الكولكشن في خطوات معينه، البريبريشن في ستيبس بتاخدها عشان تقدر تنقلك بين نهايه المرحله، تقدر تنقلك لانك تكون جاهز للمرحله البعديه. معلش بس هنا نمرة ثلاثة هي ما أناليسيس، هي إكسبلوريشن.
بيسموها في يعني في تسميات مختلفة، ممكن بيسموها الـ Exploratory Data Analysis الـ EDA، لكن عشان بس ما يحصل confusion ممكن نسميها الـ Exploration، اللي قدام حتلقوها باسم Exploration. طيب الخطوات كالآتي، بنبدأ بالـ Data Collection. طبعا هنا نحن بنفترض انه already الـ Goal was identified، كلام بتاع الريسيرش ميثودولوجي المبارح، انه نحن عارفين الجول هو شنو وشنو تايب اوف اناليسيس، والكلام ده كله اوريدي محدد. فنحن هنا بنتكلم عن الديتا اناليسيس بس، يعني فوكسينج يعني سكيلينج داون على الديتا اناليسيس بروسيسز. طيب هنبدا بالديتا كولكشن تو ايدنتيفاي اند جادر ريليفنت داتا فروم مالتيبل سورسز. بعد ما عرفنا انه شنو نوع الداتا اللي عايزينه، بعد ذاك بنسعى للديتا كولكشن. المرحله الثانيه بتاعت البريبريشن، بعد ما انا اتحصلت على الداتا بعمل لها cleaning, organizing, وtransformation. هنشوف برضو شنو الأنواع الممكن تكون داخلة في data preparation, التاسكس الممكن نشتغلها. بعدها في data exploration، بعد ما أنا هيئت data للanalysis أو للexploration، بعمل يعني بحاول أستكشف data، بشوف مثلاً distribution بتاعها، بشوف هل هي including outliers ولا لا، بشوف هل في patterns معينة بين العلاقات بين الـ variables، وبالتالي بتديني يعني بداية indication. يعني الـ exploratory data analysis اللي بيحصل في الأول اللي هو الـ exploration ده بيساعدني بعدين في modeling اللي هو الـ analysis ذاته العظم بتاعه. بنمشي المرحلة البعدية للـ visualization، وفي ناس بيعتبروا الـ visualization جزء من الـ exploratory data analysis اللي هو الـ exploration، بيضموهم مع بعض كخطوة واحدة، لكن للأهمية بتاعته فنحن يعني أنا فصلته كستيب منفصلة لأنه شايف أنه من الأهمية بمكان، فحنديه تركيز زيادة لأنه يعني زي ما قلت هو جزء من الإكسبلوريشن لكن عنده أهمية واضحة. بعد ذلك بنصل للموديلينج. كل المراحل الأولى دي نحن هدفنا أنه نعرف الديتا شكلها كيف، هل هي مناسبة للتحليل ولا لا، شنو ممكن الانسايتس الاوليه اللي ممكن اعرفها قبل ما ابدا الموديلينج. هنا في الموديلينج بعمل الماثيماتيكال موديل عشان اقدر اصل لقرار اللي هو بيكون انكلودينج الهايبوثيسيس تيستينج، انه انا عندي فرضيه معينه عايز اختبرها اعرفها هي ترو اور فولس او هي اكسبتد ولا ريجكتد. فهنا دي واحده من الموست كريتيكال ستيبس، لانه اذا انت استخدمت الموديل الغلط او التكنيك او الميثود غير تكون غير مناسبه للديتا او للهدف بتاعك، ممكن تقود ل يعني misleading results، انه تديك نتائج وانت مفتكر انك انت نتائجك دي based on data on research وتعتمدها، وتكون هي فعليا ما صحيحه، تكون misleading فيها مشاكل مثلا للديتا او كده، فهتأثر على اتخاذ القرار. آخر حاجة اللي هي الريبورتينج، لأنه كل الشغل في الأول ده عملوا الريسيرشر مثلاً أو الأناليست، لكن اللي حيستفيد منه هم الستيك هولدرز أو الديسيجن ميكرز، فلازم يتعمل ريبورتينج إنك أنت تو هايلايت الإمبورتنت فايندينجز والميثودولوجي طبعاً زي ما تكلمنا مبارح، وتحاول إنك تخليها بلغة يفهمها الستيك هولدر في النهاية هو حيتقدم له الريبورت. يعني المدير العام مثلا ممكن ما يكون ملم بالتفاصيل بتاعت الاناليسيس، فما المفروض انك انت تستخدم له لغة بتاعت ريسيرش، المفروض تديه النتيجة الانتربريتيشن التفسير بتاعه بطريقة تكون هو easy to understand بالنسبة له. طيب هنمشي في الخطوات واحدة واحدة ونشوف التفاصيل الممكن نعرفها في كل خطوة. أول حاجة الـ Data Collection. الـ Data Collection بيكون عن طريق نوعين أساسيات من الـ Data Sources. ممكن يكون عندي Primary Data أو Secondary Data. الـ Primary Data زي ما عارفين هي الـ Data اللي أنا بجمعها ابتداءً، هي ما موجودة anywhere، أنا بجمعها من البداية. والـ Secondary Data هي Data موجودة somewhere، أنا بس بعمل لها Extraction وبحاول to analyze it أو to يعني to find relevant data للresearch أو للresearch question اللي أنا عايزه. تمام؟ طيب الميثودز المستخدمة
كثيرة، وفي جزء يعني في جزء أكثر يعني في ميثودز ثانية، لكن دي ممكن تكون الموست كومون. الستاتيستيكال ميثودز اللي هي بستخدمها لجمع البيانات، ممكن تكون سيرفيز اللي هي زي الكويستشنير، أو البولز اللي هي بيكون يعني تصويت، الانترفيوز بتكون بتديك بيانات أكثر من السيرفيز لأنه بتكون ان ديبث أكثر. الدلفي تكنيك هي دي نوع من الكواليتيف داتا، بيكون بتجيب ناس experts وبتطرح عليهم مشكلة معينة أو بتديهم survey معين، وبتحاول إنك أنت تصل لإجماع بيناتهم إنه الناس دي كلها تتفق على حاجة معينة. لو اتفقوا خلاص كده بتعمل الفاينل ريبورتينج، لو ما اتفقوا بتعمل راوند تانية من السيرفيز، تحاول إنك أنت توفق بين الآراء لحد ما تصل لنتيجة موحدة إنه الناس تتفق على حاجة معينة. الفوكس جروبس بتكون هي انترفيوز مع عدد من الأشخاص في نفس الوقت، وبيتم سؤالهم أسئلة مختلفة على أساس إنه to dig deeper، إنه نحن نعرف معلومات أكثر. فبنحاول نعرف من الناس كله يعني، بنسألهم عن مثلاً آرائهم في منتجات معينة، لو أنتوا مثلاً عندكم حرية الاختيار هتحبوا يكون فيه شنو كده. فبتكون زي multiple interviews مع بعض، عشان كده اسمها focus group. أنت بتجيب جزء sample small sample، يعني بتكون مثلا من 5 إلى 10، ما أعتقد أكثر من 10 أشخاص، وبتحاول إنك أنت تأخذ منهم معلومات بشكل عميق أكثر. طيب secondary data collection methods أو data sources ممكن تكون financial reports زي ما قلنا، هي بتكون publicly available، sales report، كل أنواع reports الموجودة، government reports. ممكن تكون بيانات خاصة بالشركة زي mission statement والvision statement، بالإضافة للإنترنت اللي هو source بتلقى فيه كل الحاجات دي. ففي ممكن نقول مثلا الساينتيفيك بيبرز، الكتب باختلاف انواع، كل المصادر اللي بتكون فيها الداتا اوريدي موجوده، اوريدي كولكتد لبيربز ثاني، لكن بتساعدك انت في الهدف بتاعك. احنا قلنا نتفادى كلمه ريسيرش بروبلم دي، لانه ما دائما هي بتكون بروبلم، بيكون تارجت معين يعني اوبجكتيف او بيربز من البحث. نمشي للديتا preparation اللي هي الخطوة الثانية بعد ما أنا تحصلت على الديتا، طبعاً لأنه بيكون من multiple sources وأشكالها مختلفة، فالبيحصل إنه ما بتكون جاهزة للتحليل، فلازم أنا أهيئة وأجهزة للتحليل. في مصطلحين أساسيات فيما يتعلق ب الديتا preparation، هما الديتا wrangling والديتا cleaning، والاثنين هما يعني في بيناتهم وجه شبه لكن في اختلاف برضه. فبالنسبة للديتا رانجلينج معناها إنك أنت بعد ما جمعت الديتا تلمها مع بعض، يعني أنت أوكي حصلت على البيانات دي، مثلا عندك several excel sheets تحاول تلمهم في sheet واحد، بعد ذلك تعمل لهم assessment وcleaning. الcleaning طبعا برضو مصطلح مختلف جواه في تفاصيل. فعموما الديتا رانجلينج المين concern بتاعه إنه طيب قلنا إنه data wrangling و data cleaning بيناتهم حاجات متشابهة لكن في اختلاف. The main concern of the data wrangling إنه to merge، يدمج، to reshape، يغير الشكل، و aggregate اللي هو يجمع الداتا مع بعض. هنشوف مثال بعدين في الدمي variables إنه كيف أنا بغير، بعمل reshaping أو بعمل merging للديتا بشكل معين. خلاص، والهدف منه الـ ultimate goal من الديتا wrangling إنه الديتا تكون structured أو جاهزة للتحليل، إنها في الشكل المناسب. يعني مثلا إذا كانت معمولة بشكل عرضي خليها بشكل طولي أو العكس، على حسب بتكون الطريقة بتكون أنسب للتحليل. طبعا كل طريقة تحليل بيكون عندها رصة بتاع بيانات مختلفة. الداتا كليننج هدفه إنه to remove، identify and remove أو correct the errors والinconsistencies.
الايرورز اللي هي الاخطاء واضحه، الانكونسستنسيز يعني مثلا انا عندي داتا بدخل فيها اسماء البلدان، باخذ مثلا عن من خلال سيرفي فبطلب بطلب من الريسبوندنت انه يكتب لي اسم البلد اللي هو بينتمي له. فاحيانا في ناس بتكتب بكابيتال ليترز بسمول ليترز، في ناس بتكتب باختصارات، في ناس بتكتب بسبيلنج ميستيكس. فلما اجي انا للمرحله بتاعت التحليل ما بقدر احلل اذا كان في انكونسستنسيز، لانه معظم السوفت ويرز بتتعامل مع كل طريقه بتاعت كتابه على انها فيريبل مختلف. فاذا انا كاتب سودان بالكابيتال وسودان بالسمول فهيعتبرها حاجتين مختلفات. فهنا انا لازم اصلح الانكونسستنسيز دي. وواحده من الطرق اللي بتخلي جمع البيانات مثلا نزيد الكونسستنسي بتاعته ونعالج القصه دي انه يكون في دروب داون ليستس. يعني لما تعمل مثلا الناس اللي بيتعاملوا مع جوجل فورمز، انت بدل ما تخلي الفيلد انه زول يكتب بنفسه، الافضل انك تحاول، هي طبعا فيها مجهود اكبر، تحاول تحصر البيانات الممكن هو يجاوب عليها وتعملها في دروب داون ليست. كده انت بتضمن الكونسستنسي في الادخال. بعدك اذا في حاجات مثلا اخرى ممكن تعمل لها خيار بتاع اخرى، كده بتقلل عليك الشغل بنسبه كبيره. برضو في ممكن يكون ميسنج فاليوز، يعني في حتات ما كان الريسبوندنت جاوب عليها. فالميسنج فاليوز احنا بنتعامل معاها باكثر من طريقه. يعني ممكن اذا كان الداتا سيت كبير عندي الاف الريكوردز، فالميسنج فاليوز دي باختصار انا ممكن اعمل ديليشن للريكورد كامل، خلاص ما حيفرق معي، انا عندي عدد كبير من البيانات. اذا كان لا، انا السامبل سايز اصلا حقتي صغيره، واي فاليو اي مثلا انتري بالنسبه لي حتفرق في الاناليسيس، بحاول اعمل معالجه. من سبل المعالجه المشهوره في الهاندلنج للميسنج فاليوز اسمها المين امبيوتيشن. بمعنى انا مثلا عندي فيلد بتاع العمر في كويشنير، وفي ناس ما حابين يذكروا اعماره فخلوا الفيلد بتاع العمر فاضي. انا الميسنج فاليوز دي بتعمل لي ايرور في التحليل، فانا ما عايز اخليها فاضيه. ممكن طبعا واحده من الخيارات برضو بتاعت المعالجه انه اخليها فاضيه، السوفت ويرز المتقدمه تقدر تتعامل معها تتجاهلها. فالمشكله انه احيانا الميسنج فاليوز بتتعامل معامله الزيرو، فاذا هي اتعاملت معامله الزيرو هتعمل لك بعدين خلل في التحليل، انه هو ما حياخده على انها ميسنج فاليو، حياخده على انها زيرو. افترض انه الزيرو دي كانت بتمثل مثلا سيلز، هيعتبرها لك انها زيرو، فهتعمل لك بعدين سكيونس في الريزولتس. فالمهم انه عشان واحده من الطرق المشهوره اللي هي المين امبيوتيشن، انه انا اخذ المين لكل الريسبونسز واملى بيه والميسنج فاليو. يعني اذا انا عندي مثلا سيلز داتا وفي 3 4 ميسنج فاليوز، اقوم حاخذ المين اللي هو المتوسط لكل البيانات، واي ميسنج فاليو حاخذ فيها المتوسط. كده انا بكون عالجت المشكله. هي دي تقريبا اكثر ميثود كومن في الهاندل الميسنج فاليوز، اذا انت ما حبيت تخليها فاضيه او اذا ما حبيت تلغي الانتري كامل. فهنا الهدف الاساسي من الداتا كليننج إنه to improve the quality and accuracy of the data. الداتا رانجلينج قلنا الهدف الأساسي بتاعه إنه يخليها مرتبة وستركشرد بطريقة مناسبة للتحليل. طيب نمشي خطوة لقدام. الداتا exploration اللي هي قبل قلنا الexploratory data analysis. طيب بعد ما أنا الداتا بقت عندي موجودة وجاهزة مهيئة، عالجت الأخطاء اللي فيها، عالجت الانكونسستنسيز وخليتها في الشكل المناسب، ببدأ بستكشفها. أول حاجة بشوف الديستريبيوشن اللي هو التوزيع بتاع البيانات، هل هي توزيعها طبيعي ولا سكيود. التوزيع الطبيعي هو اللي بيكون بيل شيب على شكل الجرس، بمعنى إنه معظم البيانات متركزة في الوسط مع يعني عدد أقل بالأقصى اليمين وأقصى الشمال، فده النورمال ديستريبيوشن. ممكن يكون في سكيونس، لكن السكيونس ده ناتشورال، يعني ما 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 معناه انه في بايس. مثلا بيانات الدخل دائما بتكون سكيود، بمعنى انها مايله لليمين او للشمال، انه الجزء الاكبر من البيانات واقع باليمين، بمعنى انه
أكبر أو skewed للشمال اللي هو أقل. فهنا لما نديت تكون مثلا بيانات دخل، أنا بتوقع إنها تكون skewed to the right، لأنه عدد أقل من الناس بياخد salaries أعلى من الباقيين، يعني التوزيع بتاع الدخل في المجتمعات عموما بيكون skewed to the right. برضو هستكشف إذا في outliers، والoutliers هي القيم المتطرفة. يعني أنا عملت survey وجاوبوا لي ناس كلهم أعمارهم في الثلاثينات، وفجأة في النص في واحد من الريسبوندنتس عمره مثلا في الخمسينات. فبعدين أنا لما أجي أعمل analysis للعمر، لو أخذت المين، المين طبعا بيتأثر بالقيم المتطرفة، فحيسحب على جهة الخمسين، وبالتالي النتيجة هتكون ما accurate، هتكون biased. ليه؟ لأنه الأوتلير هم فعليا نازل كلهم أعمارهم ثلاثينات، الخمسين الوحدة دي أو مثلا لو افترضنا أنه في ثلاثة أربعة خمسينات في الأعمار، هتسحب العمر على جهة الخمسين أكثر. فالأوتليرز برضو بيتعاملوا معاهم، عندهم طرق بتاعت معاملة معينة. أحيانا إذا كان زي ما قلنا في الميسنج فاليوز، إذا الديتا حجمها كبير you exclude them. أحيانا في بعض أنواع الأناليسيس لا، أنت بتخليها. ليه؟ لأنه أنت أصلا targeting إنك أنت تعرف الديستريبيوشن ده عامل كيف، وهل في أوتليرز، والأوتليرز ديل منو. إذا في مثلا performance، academic performance أو مثلا company performance أو whatever، فأنت عايز تعرف هل في outliers، هل في ناس متميزين سواء باليمين أو بالشمال، ممكن يكون outliers أداؤهم متأخر جدا. فهنا أحيانا بتكون أنت عايز تعرف outliers، فyou do not exclude them. فزي ما قلنا data exploration، أنت بتحاول قدر المستطاع تعرف طبيعة البيانات اللي عندك. وفي عدد من methods أو visualization charts اللي بتساعدك في أنك أنت بسهولة تعرف شكل البيانات أو النتيجة بتاعتها. الإكسبلوريشن برضو بتحاول إنك، وهي دي ممكن تكون جزء من الفيجواليزيشن، إنك تعملها سمرايزيشن، تختصرها أو تجمعها في شكل مثلا ديسكريبتيف ستاتستكس، تحسب المين، تحسب الميديان والمينيموم والماكسيموم، اللي هي بيسموها الديسكريبتيف ستاتستكس. دي اللي كله variable بتكون انت لا عايز تعرف، عشان تعرف بعدين انه سوري التوزيع بتاع البيانات ده عامل كيف. بيساعدك في اتخاذ القرارات فيما يتعلق زي ما قلنا بانه هل ال variable ده انت محتاج تعمل له تعديل ولا لا هتخليه زي ما هو كده كويس. ال summarization ممكن يكون numerical في شكل tables اللي هي منها descriptive statistics، او ممكن يكون graphical في شكل figures اللي هو بيمثل لي data visualization اللي هو الخطوة اللي هنجيها بعد شوية. طيب، واحدة من الـ exploration techniques اللي بتتعمل هي dimensionality reduction. هي برضو واحدة من الميثود بتاعت الاناليسيس، لكن بتتعمل أحيانا في الخطوة بتاعت الـ exploration. يعني شنو dimensionality reduction؟ يعني أنا بيكون عندي factors أو variables كتيرة عايز أقيسها، فبلقى إنه جزء منها بيكون بيشبه بعض أو related لبعض. فبدل ما أنا يعني أستخدم كل variable لوحده، واللي هو ده طبعاً حيزيد لي عدد ال variables، وأحياناً زيادة عدد ال variables بيؤدي إلى مشاكل. مثلاً ممكن يزيد ال R square بشكل غير مبرر، اللي هو ال explanatory power of the model. المهم زيادة عدد ال variables أحياناً بيقود لمشاكل. فأنا عارف إنه ما في additional value. نواصل. فقلنا إنه dimensionality reduction أحياناً بيكون هو هدف في حد ذاته، إنه أنا الأناليسيس اللي عايز أصل له إنه أقلل الدايمنشنز الموجودة عشان يكون الأناليسيس مور إفكتيف. تمام؟ أحياناً بيكون جزء من الأناليسيس إنه أنا أقلل عدد الدايمنشنز أو أقلل عدد الفاريبلز عشان الأناليسيس اللي حيجي بعد ذاك يكون مور إفكتيف. ففي الحالتين هو بيتم عن طريق إنه نلقى
similarities أو تشابه بين variables معينة، وبالتالي أجمعها مع بعض وأخذ المين بتاعها وأديها اسم جديد يعبر عنها. يعني مثلا إذا أنا في questionnaire معين سألتها عن عدد ساعات الدراسة، أنت بتدرس كم ساعة في اليوم، ومعدل مثلا حضور المحاضرات، أنت البرسنتج بتاع حضور المحاضرات بالنسبة لك قدر شنو، وتاني مثلا الدرجات اللي بتتحصل عليها. الثلاثة variables دي كل واحد براه ممكن يعبر لي عن يعني بديني معلومة جديدة، لكن في إطار البحث اللي أنا عايز أشتغله أنا ما عايزهم individually، عايزهم يعبروا لي عن حاجة واحدة ممكن أسميها الأداء الأكاديمي مثلا. فباخد المين لكل واحد من السكورز دي، باخد المين، وبدل ما يكون عندي ثلاثة variables حيبقى عندي variable واحد اللي هو بيسمى factor، اللي هو ده الفاكتور أناليسيس، إنك أنت كيف تأخذ الفاريبلز وتحولهم لعدد أقل من الفاريبلز معبر عن بعض. وحنجي لي قدام نشوف الفاكتور أناليسيس ده تاني لما نتكلم عن الستركشرال إكويجين موديلين، حنجيه بعدين، وهو يعتبر الطريقة الأنسب للبزنس ريسيرش. هنا نحن نتكلم عن البزنس مقارنة بالإيكونومكس. عادة الإيكونومكس ما بيحتاج للستركشرال إكويجين موديلين بقدر ما بيحتاج ليه البزنس، حنشوف ليه لقدام إن شاء الله. طيب انتهينا من الإكسبلوريشن، حنجي لنوع تاني من الإكسبلوريشن اللي هو الفيجواليزيشن. الفيجواليزيشن إنك كيف تعمل إكسبلوريشن للديتا في شكل فيجرز بدل ما يكون في تيبلز أو حاجة معبر عنها بشكل رقمي. في عدد كبير من الفيجرز أو التشارتس اللي ممكن نستخدمها، ده جزء بسيط منها لكن الموست يوزد. طيب عندي اللاين تشارت اللي هو بيعبر عن الترند اوفر تايم، غالبا كله خط بيمثل فيريبل واحد، وبعدين الداتا بوينتس حقته خلال زمن. يعني دائما هنا المحور السيني الاكس بيكون تايم، وهنا الفاليوز بتاع فيريبل معين. الاريا تشارت بيكون بيمثل لي يعني زي ما بنقول درجة معينة، فهو قريب لللاين شارت لكن بدي إكسبريشن مختلف. البار شارت بتمثل الترندز of multiple variables، هنا أنت عايز تشوف مثلا المبيعات لسلع مختلفة فبتستخدم بار شارت، لأن كل واحد بيوريك مثلا نسبة المبيعات وكل بار بيمثل منتج مختلف. الهيستوغرام زول فاتح المايك بتاعه. طيب الهيستوغرام بيمثل التوزيع distribution of the data، بحيث انه كيف تكون موزعة. يعني مثلا الشكل اللي قدامنا ده هو اقرب لانه يكون normal distribution لكن شوية skewed to the left. في تاني الscatter plot، الscatter plot هنشوفه برضو بعدين ده قدام، بيمثل علاقة بين two variables، كيف يعني بيكون ال variable المحور السيني الاكس axis بيمثل variable والواي axis بيمثل variable تاني، بعدين بنشوف العلاقة بيناتهم. هنشوف لقدام انه كيف نقدر نقرأ scatter plots. البابل chart بيوري العلاقة مع السايز، يعني هنا في comparison للعلاقة بالlabeled circles، انه كل ما كبر حجم البابل بيمثل عدد اكبر، فكده انا بقدر اخذ دايمنشن اضافي. في تاني الباي تشارت، الباي تشارت اللي هي بتوضح التوزيع. وعموما الباي تشارت من الاشكال اللي بدت تندثر او عليها ريستريكشنز اعلى لانها ما فيري ايزي تو ريد. يعني انا لو قلت لك هسي شوف لي الباي تشارت دي البلو اللون الأزرق الأول ده حيمثل كم في المية، صعب بالنسبة للعين البشرية إنها هي من دائرة تقدر تعرف. أو مثلا لو قلت لك أكبر الأحمر ولا الأخضر الثاني ده ما أعرف لون شنو تركوازي ده، فبالعين ما بتقدر تعرف مباشرة لأنه الزوايا بتاعت الدائرة ما واضحة زي مثلا البار
الـ recommendation عموما انه الباي تشارت ما تستخدم الا ل تو variables فقط، على اساس انه الواحد بسهوله يقدر يعمل comparison بالنظر. لما تكتر الـ variables بيبقى صعب على العين انها to detect changes. طيب الكوتش ده اعرف اذا انا تقطع صح، هو بيوري البروجرس او ليفل معين ديستنس، انه مثلا نحن انجزنا كم في المئه. واخر حاجه عندنا الهيت ماب. الهيت ماب دي بتشبه امبارح لما تكلمنا عن ماتريكس، على حسب اختيار اللون، وطبعا لازم انت توضح يعني في الليجند توضح انه كل درجات اللون بتمثل شنو. فالهيت ماب على حسب اختيار الالوان، انه مثلا كل ما اللون مشى على احمر معناها الفريكوينسي اعلى، او كل ما اللون مشى على احمر معناها الاهميه اعلى. لازم توضح في الليجند انه اللون بيمثل لك شنو هنا. غالبا ما بتكون بالوان مختلفه، بيكون درجات من نفس اللون، يعني كلها لونها احمر، لكن كل ما زاد التركيز بتاع اللون معناها انه عدد الفاريبلز في الحته دي اعلى. فدي كلها انواع بتاعت فيجواليزيشن. وفي كتاب ممتاز جدا يعني I highly recommend للناس اللي interested، اسمه Storytelling with Data. ده يعني كتاب very easy to read يعني، وبيوضح انه انت 200 تقدر تختار نوع الشارت المناسب وكيف تقدر تعمل فيجواليزيشن بطريقه effective. طيب بعد ما انتهينا من الاكسبلوريشن بطرق المختلفة، سواء كان نيوميريكال ولا جرافيكال، بعد ده خلاص نحن جاهزين للاناليسيس. ايوه ستوري تيلينج ديتا. بعد ده نحن كده جاهزين للاناليسيس للموديلينج. كده نحن يا دوب بنعتبر انه بدينا فعليا التحليل. الخطوات السابقة دي كلها تحضير للتحليل. فدي مجموعة، في أكثر من كده طبعاً، لكن دي الأنواع الأناليسيس تكنيكس الأكثر استخداماً والأكثر شهرة، وغالباً يعني الجر ما بيحتاج أكثر منها إلا إذا هو ماشي على حاجات متخصصة أكثر. فحنمشي هستي من الخطوة دي عشان نصل نكمل البروسيس. بعد ذلك حنمسكهم واحد واحد ونشوف هم عبارة عن شنو، بيشتغلوا كيف، ونستخدمهم متى. فهنا في المرحلة بتاعت الموديلينج أنا بختار الموديل العايزه وببدأ بطبق في الستيبس حقته. كل موديل زي ما قلنا عنده خصائص مختلفة، طرق استخدام أو أسباب للاستخدام، وكيف تقدر تقرأ النتائج حقته. كل الحاجات دي هنمشي فيها يعني ما بتفصيل شديد، لكن إن شاء الله تكون بس يعني guides، لأنه من هنا تقدر تمشي وين لقدام. طيب آخر خطوة بالنسبة لي هتكون الـ reporting. طيب آخر مرحلة قلنا هي الـ reporting، إنك أنت النتائج اللي وصلت لها تخطها في شكل يكون سهل للقراءة للستيك هولدرز المعنيين بالموضوع. فالريبورتنج ممكن يكون في شكل ريبورتس عادية فيها جرافس وفيها تكست مثلا بيشرح، زي الطريقة العادية بتاعت الريبورتنج للبحوث مثلا العادية، يعني بحوث التخرج مثلا الريبورت بيكون فيه تكست بيوضح شرح ديسكشن كده. في طريقة ثانية أكثر استخداما في البزنس هي الداشبورد. الداشبورد بيكون ممكن يكون ستاتيك ثابت، او ممكن يكون انتراكتيف، بمعنى انه ممكن تغير فيه بحيث انه مثلا يقرا لك فتره معينه، يعرف لك مثلا يركز لك على جزئيه معينه من الريبورت. فالداشبورد هي من اكثر انواع الريبورتنج المستخدمه في البزنس، زي ما قلنا، لانها بتعمل هايلايتنج للحاجات المهمه بسهوله، بتقدر تعرف الريزلتس، وبتكون انتراكتيف تقدر تغير فيها للزاويه اللي انت عايز تعرف يعني هتركز عليها، عايز تعرف بياناتها اكثر. طيب
ندي للتكنيكس أو المودلز زي ما قلنا إنه هي واحدة من أهم الخطوات، لأنه بناء عليها. أوكي شكرا دكتورة. اللي هي Data Analysis Techniques. طيب Analysis Techniques واحدة واحدة بشيء من التفصيل، ما بتفصيل دقيق لأنه طبعا التفاصيل بتاعتها ممكن تأخذ زمن طويل عشان يعني نمر عليها. طيب عندنا أنا قسمتهم على نوع على يعني مجموعتين. المجموعة الأولى فيها الكوريليشن والريجريشن بنوعيه، عندنا اللينير ريجريشن واللوجيستيك ريجريشن والستركشرال كويجن موديلين اللي هو ريجريشن بشكل مختلف من الفاريبلز. الكوريليشن بيقيس لي العلاقة بين تو فاريبلز إنه هما they are moving together ولا against each other، يعني لما ده يزيد ده بينقص ولا لما ده يزيد ده بيزيد ولا ما في علاقة بيناتهم. فهنا ده الهدف الأساس من الكوريليشن، إنك تقيس علاقة بين أو association بين two variables. مثلا إذا عايزين نشوف العلاقة بين العمر وال time spent online، هل في علاقة ولا لا؟ هل كل ما الزول كان مثلا عمره أقل بيقضي زمن أكثر online ولا العكس؟ فالassociation واحدة من القواعد الأساسية في التحليل إنه association does not mean causation، بمعنى ما عشان في two variables بيمشوا مع بعض بيتحركوا مع بعض معناها في واحد فيهم مسبب للآخر، يعني ما عشان أنت عمرك مثلا زاد حيقل زمنك بتاع استخدام الإنترنت أو العكس، ما عشان في variable معين حصل معناها ال variable المعين الثاني ده حصل حتى إذا هم كانوا بيمشوا مع بعض. ليه؟ لأنه ممكن يكون في عامل ثالث بيأثر عليهم الاثنين يكون هو المسبب الأساسي، أو ممكن تكون صدفة إنه يعني لأسباب مختلفة في عامل بيأثر على الفاريبل الأول بيخليه يزيد وفي عامل تاني مختلف بيأثر على الفاريبل الثاني بيخليه يزيد والاثنين بيزيدوا مع بعض. لكن أنت كباحث لأنه نظرتك بتكون ليميتد على الديتا اللي عندك فما بتكون شايف الفاريبلز الثانية، وبالتالي بتصل لكونكلوجن خاطئ إنه الاثنين ديل هم ماشيين مع بعض معناته هم واحد مسبب للثاني. طيب كيف نحن نقدر نعرف هل العلاقة دي association بس ولا causation بالregression؟ ليه؟ لأنه الregression بيعمل لي quantification للimpact، بمعنى إنه إذا في two variables بيمشوا مع بعض أنا بحاول أعرف هل الأول ده بيأثر على الثاني ولا لا، وإذا بيأثر على سلبا ولا إيجابا. فهنا اللينير ريجريشن بيتكلم او ادريسز القصه دي. ف ده هنا المثال له مثلا السيلز بريدكتنج سيلز باي ذا اكسبنسز ريليتد تو ذا ادفيرتايزمنت، انه هل نحن لما نزيد الصرف على الاعلانات المبيعات حقتنا بتزيد ولا لا. برضو في يعني point of caution إنه أحياناً إذا أنت عملت regression model وظهر لك إنه هو significant ما شرط إنه يكون فعلاً significant، لأنه في يعني بذات regression فيه نقاط كثيرة لازم يعني تنتبه لها كباحث عشان تقدر تتأكد إنه هل فعلاً العلاقة دي سببية ولا بس هي علاقة ارتباط. منها مثلاً إنه theory تكون sound تكون سليمة، منها مثلا انه انت عملت due diligence في الداتا اناليسس وفي في الداتا كولكشن وبالتالي ما في bias. دي كلها حاجات ما حنمشي فيها بتفاصيل كثيره، لكن المهم انه تعرفوا انه ما دائما اذا كان النتيجه بتاعت الريجريشن significant معناها فعلا في علاقه سببيه. طيب اللوجيستيك ريجريشن هو نفس فكره اللينير ريجريشن لكن بيتعامل مع dependent variable بيكون binary أو dichotomous. يعني شنو؟ يعني مثلا في linear regression أنا dependent variable اللي هو الحاجة اللي أنا العايز أتنبأ بها مثلا sales بتكون رقمية أو continuous. في logistic regression الحاجة اللي أنا عايز أتنبأ بها بتكون
باينري معناها yes or no مثلا، فيها احتمال بتاع two outcomes. ممكن تكون for example إنه churn analysis، هل الكاستمر ده هيستمر معانا ولا لا. فهنا اللوجيستيك ريجريشن بيتعامل مع dependent variable بيكون طبيعته categorical. وفي models من اللوجيستيك ريجريشن بتتعامل مع binary بس إنه فيه two results yes or no مثلا. في models تانية بتتعامل مع أكثر من result، إنه مثلا هل النتيجة هتكون low high medium for example. فبرضو التفصيل هنا ما حنقدر نمر عليه كله إنه 200 أو كيف بيتم استخدام المودلز دي، لكن الفهم العام إنه دي الأسباب أو دي المودلز دي السيناريوز اللي بيستخدموا فيها المودل ده. الميثود الرابعة هي structural equation modeling. والstructural equation modeling هو باختصار عبارة عن regression، لكن بيتعامل مع latent variable. يعني شنو latent variable؟ latent variable ده أنا ما بقيسه directly، بقيسه عن طريق variables تانية، فهو زي مخفي يعني أو ضمن. فزي مبارح لما نتكلمنا عن operationalization مثلا في المثال بتاع التعلم learning، ده يعتبر latent variable. ليه؟ لأنه أنا ما بقيس التعلم directly، أنا بقيس understanding والunderstanding ذاته ما بقيسه directly، بقيسه عن طريق سؤال معين إنه هل أنت قادر مثلاً تجاوب على الأسئلة بشكل صحيح. فهنا أنا قست هل أنت قادر تجاوب على الأسئلة بشكل صحيح ولا لا، لكن عايز أصل منها للتعلم. فهنا الفاريبل ما بيكون direct، بمعنى إنه ما عندك أنت measures مباشرة للفاريبل. هنا بنستخدم structural equation modeling، ولما نجي فيه إن شاء الله أشوف كيف الموديل بيتم بناؤه وكيف بنعمل له analysis. طيب فمثال له إنه to predict the impact of social media usage مثلا on firm performance. هنا social media usage بعتبرها latent variable وبيكون عندها عدد من the dimensions والindicators. والfirm performance برضو الأداء بتاع المنشأة برضو بيكون latent variable، عبارة عن dimensions مثلا الأداء المالي، الأداء مثلا رضا المستهلك whatever، بيكون عندي dimensions مختلفة وكل دايمنشن جواه indicators أو measures صغيرة أنا بحاول أقيسها، ومن خلال أقدر أصل لقياس للconstruct ككل أو الconcept ككل. طيب المجموعة الثانية من الanalysis techniques هي بتتضمن الآتي: t-test والanalysis of variance، chi-square والtime series. وهو حقيقة time series ما بيشبههم، لكن يعني أنا خطيته مع المجموعة دي هنا. هو مختلف عنهم، يعني التست التي تيست والاناليسيس فيريس وان كاي سكوير في بيناتهم وجه شبه زي ما هنشوف برضو لقدام. طيب التي تيست بتعمل شنو؟ بتقارن الافريجز اوف تو جروبس، وعندها نوعين. ممكن تكون اندبندنت، بمعنى انه التو جروبس اللي انا عايز اقارنها دي مستقلة عن بعض. For example إذا عايزين نقارن the spending on fashion between the men والwomen اللي هم two different groups، وعايزين نقارن variable واحد عند المجموعة الأولى وعند المجموعة الثانية. النوع الثاني اللي هو paired samples t-test، ده بيتكلم عن مقارنة the variable الواحد لنفس المجموعة في أزمان مختلفة، أو مقارنة two variables لمجموعة واحدة. يعني في كإكستنشن لنفس المثال إنه to compare the mean spending متوسط الإنفاق on fashion بالنسبة للنساء مثلا قبل وبعد الزواج. فده بيكون الجروب هو نفس الجروب لكن عنده two variables نحن بنقيسهم. في ال independent samples هناك بيكون one variable ل two groups، فده الفرق بيناتهم. طيب الـ analysis of variance بيشبه التي تيست، لكن بيقيس ممكن يقيس أكثر من two groups، وممكن يقيس الـ averages الـ means، وممكن يقيس الـ variances برضه. يعني مثلا ممكن يكون عندنا ثلاثة
أنواع مختلفة من الفيرتلايزرز هي السمادات، وعايزين نشوف هل استخدام الأنواع المختلفة دي بيؤدي إلى اختلاف في كمية المحصول ولا لا. ده كده ممكن نستخدم الاناليسيس اوف فيريانس، اللي هو التيتس ما بتشتغل مع أكثر من تو جروبس. بعدين عندنا الكاي سكوير. الكاي سكوير الفرق الأساسي بينه وبين الاناليسيس اوف فيريانس والتيتس إنه بيتعامل مع كاتيجوريكال فيريبلز، فبيحاول عندنا نوعين من الكاي سكوير تيست برضو، الاندبندنس تيست والجودنس اوف فيت تيست. طيب الاندبندنس تيست بيشوف هل في علاقة بين تو كاتيجوريكال فيريبلز ولا لا. مثلا ممكن نشوف الفرق، هل في علاقة بين اختلاف النوع جندر والبرودكت كولر تشويس، اذا عندنا مثلا منتج فيه الوان مختلفة، هل اختلاف الجندر بيؤدي لانه سيستماتيكلي وسيجنيفيكنتلي يكون الاختيار للبرودكت كولر مختلف ولا لا. فهنا الجندر هو كاتيجوريكال فيريبل والكولر كاتيجوريكال فيريبل، عشان كده نستخدم الكاي سكوير تيست. الجودنس اوف فيت بتقارن لي بين expectations و actual responses أو values. يعني في النهاية هي مقارنة بين حاجة expected وحاجة actual. يعني مثلا ممكن يكون عندنا منتج ب flavors معينة، ثلاثة أنواع مثلا من flavors، وعايز أعرف هل أنا expecting إنه الثلاثة أنواع دي يكون الماركت شير حقها زي بعض، أو متوقع إنه يكون الفليفر الأولى الماركت شير حقها ضعف الماركت الفليفر الثانية أو المهم بتوزيع معين. فبيكون عندي expectation، بقوم بناء على expectation ده بعمل collection للداتا وبقارن. فالgoodness of fit test using the chi-square بيقيس لي هل expectation ده مطابق ولا ما مطابق، actual results هل هي مطابقة ولا ما مطابقة للexpectations. آخر حاجة عندنا time series. time series بتتكلم عن تحليل data points في أزمان مختلفة، اللي هي من التطبيقات بتاعتها الأساسية is to analyze مثلا أو to detect the seasonality in sales. نشوف المنتج المعين ده خلال فترة زمنية بيزيد 200 وبينقص 200. فده واحدة من المين use cases بالنسبة للtime series. طيب 200 نستخدم أي نوع من الأناليسيس؟ في guidelines عامة، وبعد ذلك في يعني على حسب الخبرة بتجي في إنه أنت 200 تستخدم ده و 200 تستخدم. الكاي سكوير تيست زي ما قلنا بيستخدم في حالة إنه يكون two variables nominal أو categorical، يعني اختلاف الجندر مثلا مع درجة الساتسفاكشن بمنتج معين. التي تيست ممكن تقيس nominal groups لكن ما أكثر من 2، أو هي mainly 2 يعني لأنه ممكن تكون 1 مع interval أو ratio، هي مثلا الgrades grade point average هل هو أعلى عند النساء ولا عند الرجال for example. One way ANOVA اللي هو analysis of variance عنده هو عدد الأنواع، فالone way ANOVA بيكون ثلاثة groups أو أكثر بتقيس لها الانترفل ريشيو، يعني مثلا التست سكور أو الجي بي اي لي men women and مثلا disabled أو أي أنواع. بعد ذاك الكوريليشن بتقيس انترفل أو ريشيو مع انترفل أو ريشيو، هي الاثنين بيكونوا quantitative و continuous. بتستخدم مثلا المود سكور، لو عايز تقيس المود سكور علاقته بالنمبر اوف سيك دايز، انه هل انت كل ما كان مودك افضل بيقلل ايام المرض مثلا او العكس او ما في علاقه، المهم you want to test. فده guideline عام لانه 200 تستخدم اي نوع من الاناليسيس. طيب حنجي تاني نرجع لنفس الاناليسيس تكنيكس مع شويه تفاصيل اضافيه. هنا لما نتكلم عن الكوريليشن قلنا احنا عايزين نعرف هل في علاقه، وهل العلاقه دي طرديه ولا عكسيه، طرديه يعني بوزيتيف تمشي في نفس الاتجاه
وعكسية اللي هي نيجاتيف تمشي عكس الاتجاه، بمعنى لما ده يزيد ده بينقص. فمن السكاتر بلوتس يعني من غير الاناليسيس مجرد الفيجواليزيشن بتقدر تعرف، لكن الكونفيرميشن بيجي من الاناليسيس فيما بعد، هنشوف بعدين انه كيف بنقيس الكوريليشن. فالبوزيتيف كوريليشن الفيريبلز بيكونوا بيمشوا مع بعض، النيجاتيف بيمشوا عكس بعض، واذا ما في علاقه بيكون ما في باترن واضح، ما في نمط واضح للشكل اللي بتمشي به. والكوريليشن بتكون مع القيمه بتاعتها، يعني الكوفيشنت بتاع الكوريليشن اللي هو الرقم اللي بتتحصل عليه من الاناليسيس، بيتراوح ما بين الواحد الصحيح هي ده كده معناها 100%، ده لو زاد ده حيزيد بنفس القيمه، و ماينس واحد اللي هو بالعكس، ده لو زاد بواحد ده حينقص بواحد، وان بتوين ممكن يكون اي حاجه، اذا كان زيرو معناها ما في علاقه. طيب اللينير واللوجيستيك ريجريشن دي مقارنه سريعه كده بيناتهم. عموما زي ما قلنا اللينير ريجريشن بيكونوا الاثنين او ممكن يعني التو فيريبلز بيكونوا كونتينيوس، انه رقميين يعني عندهم يعني ممكن يكون ياخذ اكثر من قيم الكونتينيوس فيريبل. واللوجيستيك ريجريشن بيتعامل مع باينري، هي ممكن الريسبونس الديبندنت فيريبل يكون يا اما مثلا زيرو او واحد، غالبا في انواع ثانيه بتتعامل مع اكثر من زيرو او واحد لكن يكون شويه محتاجه موديفيكيشن اكثر. فده بشكل عام. والحاجه المهمه هنا هي انه اللينير ريجريشن بيستخدم في البريدكشن، واللوجيستيك ريجريشن بيستخدم في الكلاسيفيكيشن. فدي دي يعني ده الفرق الاساسي بيناتهم اذا الواحد ما عارف انه يستخدم شنو. طبعا زي ما قلنا انه معديته هو بيحكم. طيب الاستراكشرال ايكويجن موديلنج زي ما قلنا هو عباره عن انه الفاريبل اللي انا عايز اقيسه ما بقدر اقيسه دايركتلي، هو ليتنت فاريبل، فبقيسه بناء على variables ثانية. وفي عدد من الاناليسيس يعني انواع من الاناليسيس بتقيس لي انه هل اختياري ده كان صحيح ولا لا. الشكل اللي قدامنا ده ماخوذ من سوفت وير اسمه سمارت بي ال اس. في نهاية السيشن في نهاية الورشة هديكم مثال عملي سريع كده عليه. هو يعتبر very easy friendly كsoftware وstraight forward، والنتائج بتاعته ممكن تكون reliable لحد كبير. فهنا المثال اللي عندنا the actual system use هو a dependent variable اللي هو آخر حاجة نحن عايزين نقيسها. بعد ذاك طيب الدوائر الزرقاء دي variables اللي هي بنسميها constructs، والمستطيلات الصفراء دي بتمثل لي indicators اللي هم ديل اللي أنا قست بيهم قستهم مباشرة. ممكن يكونوا في سؤال زر رافع يده. وضح انت رافع يدك. وضح احمد. اوكي طيب فهنا زي ما قلت المستطيلات اللون اصفر دي بتمثل الانديكيتورز اللي هم انا قستهم مباشره، وانا بفتكر ان هم بيمثلوا لي الدائره الزرقاء. خلاص فهنا مثلا الاكشوال سيستم يوز بيعتمد على اربع انديكيتورز، كل واحد بقيسه انديفيدجوالي، بيكون سؤال، ممكن يكون سؤال في كويستشنير، ممكن يكون حاجه قستها مباشره مثلا من ريكوردز اخذتها او كده وات ايفر، المهم انها حاجه اتقاست مباشره. بعد ذاك بحدد شكل العلاقات. هنا الـ actual system use ده الـ dependent variable، دي الحالة أنا عايز أقول إنه بيأثر عليها، بيأثر عليها الـ behavioral intention to use، بيأثر عليها الـ behavioral intention to use، بيأثر عليه الـ perceived usefulness، والـ perceived ease of use بيأثر على الـ perceived usefulness، والاثنين ديل بيأثروا على الـ attitude towards using، وفي النهاية الـ attitude towards using
بيأثر على البيهيفيرال intention to use والاكشوال system use. لو الموديل واضح بالنسبة لكم. باختصار إنه إذا أنا شايف الحاجة دي نحن بدينا من هنا. أنا شايف السيستم ده شايفه إنه سهل. Perceived ease of use. شايف إنه سهل. فده حيؤدي لأنه أنا حاشوف إنه هو مفيد. يعني هو سهل أنا قادر أستفيد منه. بعد ذاك بيأثر برضو على الattitude حقتي towards using. إنه حكون more willing لأنه أنا استخدمه. الـ perceived usefulness حتأدي لأنه الـ behavioral intention to use. يعني أنا نويت إنه أنا أستخدمه. عملت behaviors معينة. مثلا عملت installation للسيستم. بديت أشوف tutorials إنه أنا كيف أستخدمه. ففي behavioral intention. غير الـ attitude towards using. والـ attitude towards using هو حيأثر على الـ behavioral intention to use. والاثنين use of the system. ده موديل أنا جايبه من بحث معين. الكونستركت بعدد من الفيريبل. أفضل إنه ما يقلوا الكونستركت يعني ثلاثة. لأن أنت بتقيس حاجة ما واضحة بناء على حاجات تانية. فلما تزيد الانديكيترز أو بيسموها أحيانا الايتمز, لما تزيد عددها ده بيخلي الميجرمنت ايرور اقل. فبالتالي بيقود لانه النتائج حقتك زي ما في الوانس اللي هو أنا بقيس السامبل دي مقارنة بالpopulation. هل المين بتاع مشابه للpopulation ولا لا؟ يعني سامبل تي تيست إنه product performance claim. أنا مثلا قلت البطارية بتاعت التلفون نوع معين البطارية بتاعته بتقعد 3 سنين. فباخد سامبل لكل التلفونات من النوع ده 3 سنين. فباخد وبقى الـ population. بعد ذاك هايبوثيسيس تعرف إنه هل هي فعلا بتشبهها ولا لا. الـ independent samples زي ما قلنا إنه two different groups بقيس variable معين فيهم الاثنين هل هو مختلف ولا لا. اللي هو زي مثلا الـ purchasing decision based on gender. هل قرار الشراء بالنسبة للنساء والرجال كل واحد لبرودكت معين مثلا. الـ paired sample t-test إنه بقيس اختلافات واحد في زمنين مختلفات أو بقيس two variables لجروب واحد. مثال إنه ممكن نقيس على درجة إضافية, درجة علمية إضافية لما ما كنت عامل ماستر. هل مرتبك بيزيد ولا لا؟ طبعا تتقاس لسامبل كبير يعني ما individuals عشان نقدر نعرف هل في significant difference ولا لا. الاناليسيس اوف فيريانس هي الانوفا. عندها عدد من الانواع. في الانوفا العادية هي one way انوفا و two way انوفا. برضو فيها one way انوفا و two way. زي ما موضح الشكل الأنوفا بتقيس 3 groups أو أكثر. بنقيس المين differences بين الليفل ممكن يكون ثانوي وجامعي وفوق الجامعي. دي 3 groups. هل النتائج حقتهم بتختلف في two variables وكل variable فيه 3 groups فأكتر. يعني حقيس الـ educational level مثلاً ثانوي وجامعي وفوق الجامعي دي 3 groups. والـ learning style إنه مثلاً online face to face ولا hybrid. 3 أنواع وبشوف لكل واحد كيف التأثير ده بيكون على الـ final variable أو response variable. المنوفا بيكون
يا اما one way maneuver او two way maneuver بنفس الكيفيه انه على educational levels حاجيز تاثيره على two variables. طبعا الحاجه دي في الريجريشن ما بنقدر نعمل dependent variable، دائما بيكون الفاينل dependent variable بيكون واحد. بدك اذا عايز تعملها لازم تكرر الريجريشن اناليسيس. ممكن في الريجريشن اناليسيس احنا نشوفه بعد شويه يكون في اكثر من independent variable، لكن الديبندنت variable لازم يكون واحد. فالاختيار بتاع انك مثلا تشتغل بمانوفا بيكون اذا انت عندك اكثر من dependent variable عايز تقيسهم في نفس الوقت. التو واي مانوفا بنفس الفهم انه بيكون عندك اكثر من predictor واكثر من response variable. تمام. طيب الكاي سكوير زي ما قلنا هو نفس التي تيست او الاناليسيس اوف فيرينس، لكن بيتعامل مع كاتيجوريكال فيريبلز. يعني عايزين نقيس مثلا في الاندبندنس تيست هل الفرق في الجندر بيؤدي الى اختلاف في الهايست ليفل اوف ادكيشن ولا لا. عندنا تو فيريبلز الاثنين هما كاتيجوريكال. وفي الجودنس اوف فيت تيست زي ما قلنا بنقارن حاجة expected ب observed. يعني عندي مثلا زي ما ذكرنا في المثال انه عندي product ب variations معينة، انا متوقع انه يكون ال expectation بشكل معين. مثلا المنتج الاول يجيب يتوزع منه 20، المنتج الثاني يتوزع منه 40 وهكذا. فبجي باخد sample وبشوف شكل التوزيع وبقارن، بعدين النتائج بتوريني هل ال expectation بتاعي كان مشابه للحقيقي ولا لا. الـ time series analysis هو من أكثر الميثودز اللي بتستخدم في الـ economic studies أكثر من الـ business studies، لأنها بتتعامل يعني variables معينة مثلا الـ gross domestic product هو ناتج القومي المحلي أو المحلي القومي أنا متأكدة في عدد من السنوات، اللي هي غالبا في الـ finance وفي الـ economics بيستخدموا الـ time series، لأنه بنكون بنقيس variable واحد لعدد من السنين مع بعض عشان نشوف الترندز اللي بتحصل فيه. فزي ما ظهر مثلا في الشكل هنا انه دي ترندز او التايم سيريز للتويتس لهاشتاجز معينه، فبنشوف انه كله يعني كل خط بيمثل هاشتاج. بنشوف خلال الفتره الزمنيه مثلا من مارس لحد ماي كيف كان الترند، كيف كان العدد بتاع التويتس لكله هاشتاج. بعد ذاك بيحصل انه بيكون في special events انه فجأة بيحصل فيها تغيير. التغيير ده ممكن يكون ناتج عن مثلا تغيير في الآراء في مثالنا مثلا بتاع التويتس، تغيير في الآراء في المجتمع مثلا في حاجة معينة ظهرت كمثلا trend، فبالتالي كل الناس tweeting about it كده. فده هنا بنقدر نعمل drilling down عشان نفهم إنه التغيير الحاصل ده شنو. لكن زي ما قلت بشكل عام الهدف الأساسي من time series إنه نشوف seasonality والtrending الارتفاع والانخفاض في variable واحد على فترة زمنية ممتدة. طيب في سؤال gross domestic product دي التكنيكس بتاعت الاناليسيس. عايزين نشوف نتعرف بشكل سريع على اهم التولز الممكن تستخدم للاناليسيس. طبعا عشان الناس ما تزعل انا ما خطيت SPSS لانه انا شخصيا ما قاعد استعمله وشايفه انه يعني شويه كده outdated، فما خطيته تبع التولز، لكن هو موجود للناس اللي بيستعملوه أو الـ already invested in using it. هو very powerful لكن with limited functionalities يعني in my opinion. فأنا ما خطيته تبع tools اللي هتكلم عنها اليوم، لكن زي ما قلت هو موجود وفي statistical packages تانية برضو موجودة، لكن أنا حاب أعمل highlighting على tools دي لأنه السبب الأساسي إنه جربتها، والسبب الثاني إنه شايفة إنه عندها potential أكتر ممكن يكون في المستقبل. طيب مقارنة سريعة، هي ما very accurate لكن بشكل عام بين الأناليسيس tools المختلفة. طيب عشان في الأول نتعرف على tools، عندنا Excel
المعروف طبعا باور بي اي، باور بي اي اللي هو برضو تابع لمايكروسوفت، اللي هو بزنس انتليجنس برضو يعني very promising. تابلو ده برضو بتاع analysis، لكن هو mainly بيستخدم للvisualization لأنه عنده visuals ممتازة جدا. في R، و R هو statistical software open source و very very powerful. والحاجة اللي بتخليه very powerful إنه هو modular based، بمعنى إنه ممكن كويس إنه ممكن تضيف packages، هو بس ممكن تضيف يعني ممكن أي researcher بتبع إنه هو open source، ممكن أي researcher عايز يعمل package معينة to address مشكلة معينة can be developed، ما زي مثلا Power BI إلا الشركة نفسها هي بتعمل update، Excel إلا الشركة تعمل update، تعمل هو نفس الحاجة. بالنسبة ل R و Python الاثنين هما لأنه هما open source وبيستخدموا modular base، إنه أنت بتقدر تضيف عليهم يعني بتقدر تضيف type of analysis اللي أنت عايزه، فيعتبروا very flexible و very powerful. طيب زي ما قلت دي مقارنة سريعة كده، PLS ده اللي اتكلمت عنه Smart PLS هو مختص بالستركشر equation modeling فقط، يعني ما بيشتغل analysis تاني، بيشتغل factor analysis كجزء من PLS أو من الستركشر equation modeling، وبيشتغل regression برضو كجزء من الستركشر equation modeling، لكن ما بيشتغل analysis تاني. طيب ده تعريف عام للتولز للناس اللي ما مرت عليهم كده مثلا. فزي ما قلت ده ما نقد دقيق، يعني هو اصلا مقسم ل 3 ليفلز فاكيد ما هيكون very accurate. من وجهة نظري انا الشخصية وحسب يعني اراء الناس، الستاتستيكال اناليسيس باور تعتبر اعلى حاجة في R وبايثون، بعد ذاك بتكون اعلى شوية في مثلا باور بي اي وتابلو، لكن Excel is not that powerful. ممكن to be extended by the use of macros. إذا أنت تعلمت تشتغل بال VBA اللي هو Visual Basic حاجة كده analysis Visual Basic حاجة، فده بيخلي Excel أقوى، لكن the built-in functions تاعت Excel ما قوية شديد. مع ذلك هو يعتبر يعني حبيب الشعب، كل الناس بيحبوا يستخدموه لأنه direct، وممكن نقول إنه easy to start with، تقدر تبدأ تستخدمه طوالي وبيكون كافي للاستخدام إذا أنت عايز تعمل analysis بسيط أو حاجات يعني ما عايز to dig deeper أو ما عايز تستخدم مثلا models very very complicated أو كده، فيعتبر خيار كويس. وزي ما قلت يعني can be leveraged بتعلم الماكروز بيبقى even more powerful. بالنسبة لل subscriptions زي ما قلنا إنه R and Python هما الاثنين totally free هو open source، الباقيين هما paid لكن بيكون أحيانا في free versions، يعني مثلا Smart PLS بيسمح لك تستخدمه مجانا لكن بـ limited functionalities. تابلو برضو في يعني في versions مختلفة، Power BI برضو ممكن تنزله تستخدمه for free بـ limited functionalities. طبعا Excel لازم تشتريه، سواء كان اشتريته فعليا أو كركته، المهم يعني ما free كخيار بتاع analysis. طيب Power BI statistical power بتاعته medium إلى حد ما. SQL good question، نسيت SQL ما دخلت. طيب هو SQL ال SQL اللي هي Structured Query Language أعتقد أنا نسيتها أو ما دخلتها لأنها ما بتشتغل كل الحاجات، يعني Structured Query Language بتشتغل لك في Data مثلا Collection، إنك أنت و extract الداتا، هي زي أقرب لأنها تكون database بتقدر تعدل فيها،
بتقدر تعمل data preparation wrangling مثلا، لكن ما بتعمل لك analysis على حد علمي. إذا في زول عنده معلومة مختلفة ممكن يصحح لي المعلومة. أنا بعرف إنه الـ SQL أو SQL تقدر تعمل summarization مثلاً، تقدر تعمل subsetting إنك تقسم، تقدر تعمل filtering، ordering، grouping، لكن ما بتقدر تعمل regression مثلاً بالـ SQL. فعشان كده أنا ما ضمنته مع الـ analysis. طيب نكمل. تابلو زي ما قلت هو يعني أرهب حاجة فيه الفيجواليزيشن، الفيجوالز بتاعته ممتازة و easy to use، يعني حبة learning كده بيكون سهل جدا. وزي ما قلت أكتر حاجة يعني مميزة فيه قصة الفيجوالز بتكون يعني very effective. تابلو أو أقصد Power BI برضو عنده visualizations ممتازة، لكن أعتقد يعني حسب استخدامي له بيحتاج learning أكتر، ما user friendly زي تابلو، لكن برضو ما صعب. بالنسبة للvisualization R وPython بيشتغلوا لكن limited إلى حد ما، وما ظريفة شديد إلا إذا أنت يعني excellent user. يعني البيسك plotting حقهم شكله ما جميل، عشان تعدله يعني تغير الألوان مثلا، تشيل البوردرز، تعمل أي يعني تحسينات في الشكل، بتحتاج كودينج أكتر، كودينج إكسبيرينس أكتر، تعرف إنك أنت كيف تعمل الحاجة دي. ما زي مثلا تابلو باور بي آي بسهولة، هي دراج أند دروب موديل. سمارت بي إل إس زي ما قلت هو محدد لنوع واحد من الأناليسيس، وعنده شكل واحد من الجرافس اللي هو زي شفناه بيوريك بس الميجرمنت موديل. فديل يعني شكل واحد، ما عنده أشكال كثيرة. تاني في شنو التولز الثانية؟ يعني مثلا في اسمها Google Data Studio الداشبوردينج بطريقة ممتازة، نتكلم عنها هنا. الداتا إنك أنت هل بتقدر تجيب داتا من مصادر مختلفة تستخدمها؟ كل التولز اللي هنا بتقدر تعمل لها integration مع Excel، وأعتقد Google Sheets برضو. يعني أنت عندك Excel Sheet AI مع Tableau مع R مع Smart PLS. سمارت PLS بيستخدم صيغة الـ CSV بس ما بيستخدم صيغة تانية، وأكيد طبعاً مع بايثون. في جزء منهم بيشتغلوا مع بعض، يعني أعتقد سمارت PLS تقدر تعمل exporting لـ R أو حتى importing من R. تابلو بيشتغل مع R، Power BI بيشتغل مع تابلو أعتقد أو مع R المهم. ففي يعني الاختيار بتاع التول لازم تضع في الاعتبار انه الداتا سورسز اللي انت بتستخدمها شكلها عامل كيف، وهل كان بي انتجريتد مع التول اللي انت هتستخدمها ولا لا. فعموما الاتجاه ماشي لانه الداتا انتجريشن يكون افضل، هو عشان يعني تزيد البوبولاريتي بتاعت التول. وغالبا زي ما قلت معظم البوبولار تولز دي كان بي انتجريتد مع بعض، تقدر تشيل من يعني تشيل منها وتودي لها، اللي هو importing و extraction. طيب هنتكلم شوية قبل ما نبدأ في البراكتيكال، ما عارفة زمننا عامل كيف. اوكي هنتكلم شوية عن introduction to advanced tools in economic and business data analysis، اللي هما الـ artificial intelligence والـ machine learning. هما ما tools per se، لأنه tools نحنا زي ما قلنا مثلا ممكن تستخدمها في artificial intelligence والmachine learning ممكن تكون R and Python أكثر حاجة، لكن هما enablers ممكن نقول. طيب بشكل عام artificial intelligence هو إنك تمكن المشينز من إنها تقلد human behavior، إنها to think like a person. subset منها من الارتفيشال انتليجنس انك
تعلم المشين اللي هو بيترجموها تعلم الآلة. فبتعلم المشين هنا كسبست بيكون في statistical methods بيعلموها أو بيعملوا لها training. لما الناس اللي ممكن يكونوا ماشيين في الاتجاه بتاع المشين ليرنينج أو عموما الداتا ساينس بيكونوا عارفين المصطلح بتاع to train the model، إنك أنت تدرب الموديل باستخدام جزء من الداتا اللي أنت عندك، وبيكون في testing data. فالداتا بتقسيمها جزء بتدرب به الموديل، يعني بتعلمه إنه والله أقرأ الباترنز في الداتا الموجودة دي، ولو لقيتها بعد ذلك تعرف إنها هي كده. التريننج مثلاً للكلاسيفيكيشن مودلز بتجيب داتا سيت كبير، طبعاً كل الادفانس تولز دي أو الادفانس ميثودز بتعتمد على بيج داتا، هي داتا مختلفة في حجمها، حجم كبير، مختلفة في شكلها، ممكن تكون structured و unstructured، مختلفة في سرعة الحصول عليها وهكذا، هو المصطلح بتاع البيج داتا. فهنا أنت بتجيب بيج داتا وبتقسمه، جزء بتدرب به المشين اللي هو بتدرب الموديل، تعمل موديل تعمل له تريننج، بتديه داتا وبتقول له لو لقيت انه مثلا الكاستمر ده عمره بين 20 و25 وساكن في منطقه معينه وبيدرس تخصص معين، طبعا الداتا دي كلها المفروض تكون عندك، واستهلاكه مثلا الشهري للانترنت كده عالي مثلا، تولي في الكاتيجوري A ده التارجت اودينس بتاعي او التارجت كونسيومر. اذا لقيت انه عمره من مثلا من 50 ل 60 وساكن في منطقه مختلفه واستهلاكه الشهري بسيط، خدته لي كاتيجوري C ده انا ما مستهدفه. فبتعمل شنو؟ الجزء من الداتا اللي انت خصصته للتريننج انت بتحدد كيف شكل العلاقات فيه، ده هنا انا بتكلم عن كلاسيفيكيشن موديل، بتحدد شكل العلاقات فيه وعامل كيف. بعدك الموديل بيتعلم انه لو شفت الفيتشرز دي تعرف تخطه وين ككلاسيفيكيشن موديل. بتقوم بتعمل تيستينج بالنسبه للديسكريبتيف اناليتكس، هل يستخدم في الاكسبلوراتوري ديتا اناليسيس فقط؟ لا، يعني الديسكريبتيف اناليتكس الاستخدام الاساسي بتاعه اللي هو الريبورتنج التقليدي، انك انت ريبورت اون وات هابن، زي ما قلنا منها مثال الفاينانشال ستيتمنتس، الفاينانشال ستيتمنتس مع اكسبلوراتوري ديتا اناليسيس. فهي ممكن تستخدم من تعريفها انه هي تو ديسكرايب وات هابن، بس حاجه هيستوريكال حصل كده، بتوصف الشكل بتاع العلاقات، بتوصف مثلا التقسيمات الموجوده، فما بس في الاكسبلوراتوري ديتا اناليسيس. طيب فزي ما قلنا هنا انت بتقسم الداتا بتاعتك، بتعمل جزء منها، بتقسم جزء منها وجزء تاني بتعمل بيو تيستينج عشان تقيس الاكيوريسي بتاعت الموديل. بعد ذاك بعد ما خلاص الموديل انت قيست الريزلت حقته ولقيت انها كويسه، بعد ذاك بتطبقه على داتا برا غير اللي انت اصلا شغال بيها. ثواني بس. طيب فزي ما قلنا الماشين ليرنينج انك انت بتعلم الموديل بعدين بتختبره، بعد ذاك بعد ما يكون جاهز بتستخدمه فيما بعد فري. اخر حاجه في الديب ليرنينج اللي هو جزء من الماشين ليرنينج، هنا بيكون في مالتي لاير للنتوركس، بيكون مور كومبليكيتد، فيه مودلز محتاجه مثلا ستاتستيكال ميثودز تكون مور كومبليكيتد، فبيمشي ابعد من الماشين ليرنينج، وبيكون الريزلت حقته ممكن نقول مور دايركتد ل حاجات معينه، يعني ما بتكون جنرال زي الماشين ليرنينج. طبعا واحده من اهم بيسموها الالجوريثمز بتاعت الماشين ليرنينج هي الريجريشن، الريجريشن الواحد اللي احنا يعني تكلمنا عنه وشرحناه ده، لكن بيكون باستخدام، يعني الفرق مثلا بين الستاتستيكال ميثود العاديه بتاعت الريجريشن والماشين ليرنينج الجوريثم بتاعت الريجريشن، انه في الماشين ليرنينج بنستخدم عدد اكبر، حجم اكبر من الداتا، وبيتم بطريقه
ممكن نقول اوتوماتيك اكتر. ليه؟ لان احنا مستخدمين artificial intelligence، فبيكون مثلا ال يعني مثلا تقدر تعمل تغذية للريبورت لمثلا النيو داتا، فبتعمل ابديت للموديل اوتوماتيك، فبتكون مور باورفول. يعني الميثودز نفسها هي موجوده ومعروفه، بس اضافت عليها تحسينات بقت انيبل. زي ما زمان مثلا كان العمليات الاحصائيه دي انت لازم تشتغلها بورقه وقلم، فلما بيجى في كمبيوترز بستاتستيكال ميثود بستاتستيكال باور معينه، بقيت انت مثلا قادر انك تعمل اناليسيس لعدد اكبر من الداتا، حجم اكبر من الداتا، لكن برضو عندها ليميتس. يعني اكسل مثلا بيشيل ما اعرف كم بالضبط، كم مليون تقريبا حاجه كده، لكن لما نتكلم عن بيج داتا فبتكون اكسل ما بيقدر يشتغلها، او الباور بتاعته ممكن مثلا يعمل كراشنج، ممكن يعلق، ما بيكون as smooth as مثلا R او بايثون او غيره. فدي الادفانس تولز او الادفانس ميثودز ممكن تدير. طيب المشين ليرنينج باعتباره هو اقرب حاجه، يعني هو الجزئيه المختصه بالاناليسيس، فيه الجوريثمز مقسمه لثلاثه تقسيمات اساسيه، اللي هي السوبرفايزد ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج معناه انه انت بتعلم الموديل في الاول، بتديه انستراكشنز معينه، بعدك بتخليه يعمل زي ما انت عملته، زي الريجريشن مثلا وزي الكلاسيفيكيشن. الunsupervised learning انت بتخليه هو يحدد لك، for example the clustering والdimensionality reduction هو بيختار. يعني مثلا ال principal component analysis اللي هو بيشبه ال exploratory data ال exploratory factor analysis، هنا بيكون عندك عدد من ال variables، وبعدك هو بناء على similarities بيناتهم بيختار إن هم يكونوا مع بعض ولا لا. ده اللي تكلمنا عنه قبل لما تكلمنا عن dimensionality reduction. فهنا ده بيتم على حسب ما هو الموديل شايف شنو، فأنت ما بتدي instructions. الclustering نفس الشيء، بناء على قياسات معينة أنت ممكن في data entry بسيط، يعني مثلا ال k-means بتحدد إنه أنت عايز كم عدد الكلاسترز، لكن بعد ذاك هو كيف يحسبها انه ده يخطه في الكلاستر ده او ده يخطه في الكلاستر ده، بيكون unsupervised، ما انت بتديه instructions، ما زي classification. الكلاسيفيكيشن انت زي ما قلنا بتحدد شنو الفيتشرز اللي بتخلي الانتري دي تابعه للكلاس ده او الكلاس الثاني. اخر حاجه في reinforcement learning، ده بيكون زي iterative، انك انت في موديل بتعمل له training، بعد ذاك بناء على الريزلتس حقته بتحاول تاني انك انت تعدل في الموديل وهكذا. فدي المين تايبس للماشين ليرنينج الجوريزم. طيب الاستخدامات حقتها طبعا كثيره بالنسبه للبزنس ولغير البزنس. فهنا شويه الشكل جايب just follow the colors. نمسك مثلا مثالين، الماركتينج في بنلقى الشيرن اناليسيس اللي تكلمنا عنه، الأبسيلينج. الأبسيلينج إنه زول بيشتري حاجة فأنت تقوم تقترح عليه حاجة أعلى أو حاجة مكملة لها تخليه يشتري أكثر، والكروس سيلينج إنه يشتري حاجة مكملة. يعني الأبسيلينج مثلا إذا أنت بتشتري حاجة منتج، يقوم يقترح عليك إنك تشتري منتج بجودة أعلى. طيب في سؤال، هل إكسل و بي آي و بايثون و سيكوال ممكن يجعل من محلل البيانات الخبرة، ولا لازم اجمعهم تابلو وPLS؟ طيب لا، ما شرط تكون ملم بكل التولز. تابلو باور بي اي الناس بيعتبروهم interchangeable، يعني لو تعلمت باور بي اي ما الا تتعلم تابلو، بيشبهوا بعض. PLS لا، الا اذا انت داير تتخصص. يعني PLS ده الخيار السهل للstructural equation modeling، لانه نفس الاناليسس اللي حتعمله في بي ال اس بتقدر تعمله في بايثون وبتقدر تعمله في ار مثلا، فما بتحتاج مثلا تتعلم بي ال اس، مع انه بي ال اس اصلا ما محتاج تعلم، يعني حاجه سهله شديد. ف
البايثون وار بيعتبروا برضو interchangeables، انك انت لو تعلمت واحد ما يلك تتعلم الثاني الا اذا انت يعني عايز تنوع في مصادرك. ودائما الريكومنديشن انك انت ما تتعلمهم مع بعض لانهم بيشبهوا بعض، الكودينج بتاعهم بيشبهوا بعض وبيختلفوا عن بعض، فحيحصل لك confusion. يعني ده كلام من تجربه شخصيه، لو بديت تتعلم بايثون، انا بديت اتعلمت ار اشتغلت بيه فتره ما بقيت اكسبرت، بديت اتعلم بايثون موها بتشابه في حاجات وبتختلف في حاجات. طيب هل لو الشخص جديد في المجال ده وما في تخصصات جامعية هنا ليه ونبدأ من وين؟ هو في تخصصات جامعية أعتقد school of school of math عندهم العلوم الرياضية، عندهم تخصصات بتاعت data science. ده إذا زول ده يبدأ يعني زول خريج يدوب عايز مثلا مش خريج زول ممتحن شهادة عايز يمشي في المجال ده، school of math عندهم تخصصات دي على حسب علمي يعني. لو عايز تبدأ تشوف انت عايز تبدأ في ياتو مجال، هو عادة التسلسل انك بتبدأ بـ data analysis بعدك بتمشي إذا حبيت لـ data science، من الديتا ساينس بتمشي ممكن للديتا انجينيرينج او تقيف هنا او ممكن تواصل تعرف حبه من هنا حبه من هنا. عندهم يعني انا كان ممكن اعمل سلايد عن التخصصات لكن ما جاء في بالي. ففي ريسورسز كثيره، كورسيرا عندهم بروفيشنال سيرتيفيكتس بتاعت جوجل واي بي ام في المجال بتاع الديتا اناليتكس والديتا ساينس، ممتازه جدا، انا اخذت منهم 2 أو 3. ف هل في زمالة بتتناسب مع المجال ده؟ طيب في زمالات، لكن زي ما قلت على حسب يعني المقارنة بيناتهم. الاي بي اي اللي اتكلمت عنه امبارح بتتكلم عن البيزنس اناليسس، اللي هو البيزنس اناليسس ريليتد للبيزنس اناليتكس، وعندهم تخصص برضو عندهم زمالة بيزنس ديتا اناليسس. فده بالنسبة لزول ما عايز يمشي في البيزنس اناليسس لكن عايز يتخصص في البيزنس ديتا اناليسس. طيب بس يا دكتوره معلش ممكن انه يعني الاسئله هاي تكون في نهايه المحاضره على اساس انه ما ياثر في العرض بتاع الماده. تمام، احنا شبه خلصنا من هنا، فضل بس البراكتيكال ابلكيشن تقريبا صح. ايوه فضلنا البراكتيكال ابلكيشن، فممكن اجاوب سؤالين ثلاثه ونبدا نشتغل. طيب فبايثون، بايثون ما بتقرأ له كتاب، لكن لو عايز كتاب في ممكن أرشح كتاب أنا ما مذكرة اسمه بالضبط، ممكن تلقى بايثون فور داتا ساينس في سلسلة كده بتاعت كتب أورايلي أظن اسمها حنينة زي ما قلت، فبتوريك وبتديك الكود ذاته أنت لو عايز تشتغل. ففي تنبيه مهم لازم تعرفوا إنه ما تتعلم بايثون يعني ما تتعلم الكودينج، يتعلم البروبلم سولفينج. أفضل حاجة إنك تشتغل بروجكتس في موقع اسمه داتا كامب. داتا كامب ده فيه أوبشن بتاع بروجكتس، فالبروجكت عندهم guided projects و unguided projects. يعني guided project بيمشي معك خطوة خطوة، ولو ما عرفت الكود بيشففك عادي. الانجايدد بروجكت بيقول لك لا انا عايزك تعمل لي كده، انت اعمل لي كده، انا بوريك صح ولا غلط لكن ما بوريك الحل. ف بيوريك انه المشكله المعينه بتحلها كيف بالبايثون كودينج، بيمشي معك خطوه خطوه. فانا بفتكر انه احسن طريقه عشان تتعلم البايثون انك تتعلم بالبروجكتس. ممكن بس تاخذ مثلا انترودكشن عن البيسكس بتاعت بايثون، مثلا كيف تعمل importing الداتا، مثلا كيف الداتا structures الأساسية، مثلا فيه dictionaries فيه arrays كذا، فتعرف ال basics بتاع بايثون بعدك ما تتعمق من غير business application لأنه حطوه ما حتعرف أنت ماشي وين. في سؤال ما جاوبت عليه؟ طيب نشوف، هنشتغل practical application شوية في Excel. هنعمل exploration بسيط للداتا، هنشتغل paired and independent samples t-test، هنشوف الريزلتس حقتهم كيف بنقراها، هنعمل exploration للcorrelation correlation
بالسكاتر بلوت والكوريليشن تيبل، هنشتغل ريجريشن اناليسيس صغير، وهنشوف كيف بنعمل الدمي فيريبلز. طبعا الجنريشن بتاع الدمي فيريبل ده في السوفت ويرز الجديده بيكون اوتوماتيك، ما بتحتاج تعمله انت، لكن انا بس عشان نوضح الفكره بتاعت الدمي فيريبلز هشتغل لكم في اكسل. طيب في PLS زي ما قلت لكم هو very user friendly، يعني انت من مره واحده لو حضرت التوتوريال واحد هتعرف تعمل شنو، والقرايات بتاعته برضو very intuitive، يعني بيديك لعب الاخضر والاحمر اذا صح ولا غلط. فهنشتغل measurement model وstructural model، وبعدك نعمل assessment للmodel ونقرا النتائج نشوف هي كيف. فانا هقوم اغير السكرين، هوقف الشيرنج عشان اجيب السكرين بتاعت اكسل اول، وبعدك اوكي احنا فاضل لنا كم في الزمن؟ لا ما بطل. طيب شايفين الشاشة؟ واضح. تمام، انا هحاول يعني امشي سريع شويه باعتبار انه this is already recorded، فواضح فممكن ترجعوا له فيما بعد بس عشان امشي سريع. طيب هنا هنشتغل تي تيست، انا already جبت الريزلتس لكن هوريكم بتجاب كيف بعدين نقراها. هنا عندنا الاندبندنت سامبلز تي تيست اللي هم مثلا كلاس A وكلاس B، دي النتائج حقتهم في ماده واحده math مثلا، فدي نتائج الكلاس كله. عايزين نشوف هل الريزلتس الاداء الاكاديمي لكلاس A بيشبه كلاس B ولا لا significantly، يعني هل في اختلاف بين الاداء للكلاس ككل. فبنعمل شنو؟ بنجي هنا للتاب بتاع الداتا، وعندنا الداتا اناليسيس. ثواني اوكي. طيب فهنا هنلقى في تاب بتاع الديتا اناليسيس، دي ما ديفولت، ما قاعده يعني بتجي بيلت ان في اكسل، اسمها الديتا اناليسيس تول باك، تعمل لها انستوليشن بتفعلها. فانا بس اختصارا للزمن ما حاوري الخطوات بتاعتها، لكن لو فتحت اي يوتيوب فيديو بيوريك انه كيف تعمل انستوليشن للديتا اناليسيس تول باك. اوكي، مجرد ما عملت لها اكتيفيشن بتظهر لك هنا في التاب بتاعت الداتا. فبنعمل كالاتي، هنجي ل الداتا اناليسيس، هنا بتلقوا فيها كل الاناليسيس الممكن يعملوا اكسل بالتول باك دي. فنحن هسه عايزين نختار الـ independent at two samples at t-test two samples assuming equal variances. طيب نحن 200 we assume equal variances و 200 we assume unequal variances. إذا كان sample sizes قدر بعض طوال نحن we assume equal variances، إذا كانوا ما قدر بعض بعد ذاك أعتقد بنقيس variance، إذا طلع زي بعض بنعتبرها equal، إذا طلع ما زي بعض بنعتبرها unequal. فحاليا هنا لانه السامبل سايزز قدر بعض، حجم الكلاس A وحجم الكلاس B قدر بعض، فنحن وي اسيوم ايكوال فيرينسز. بريس اوكي، هتجي هنا تختار الرينج الاول انكلودينج الليبل بتاعه، والثاني برضه انكلودينج الليبل، واذا انت كنت انكلودينج الليبل هنا هتعمل تيك على الليبلز، تختار الاوتبوت رينج. أنا هغير مكانه عشان يظهر، هاخده هنا مثلا و you press OK، هتجيك نفس الريزلت الـ already موجود. طيب دي النتيجة
أنا حقرأ كيف النتيجة دي هنا أهم حاجة. معلش حوقف شوية. طيب فقلنا كده نحن تحصلنا على الـ output أو الـ result. كيف بقراها؟ في البداية هيحسب لي المين للـ classes والـ variance والعدد بتاع الـ observations هنا. الـ pooled variance لهم الاثنين. والـ hypothesized mean difference اللي هو الـ null hypothesis. إنه هل أنا مفترض إنه في فريق ولا لا؟ المفروض إنها تكون zero. إلا إذا أنت عايز تغييرها لأسباب بعدك إنه في customization معين حاصل. لكن الديفولت إنه هتكون زيرو. بعدك degrees of freedom اللي هي عبارة عن عدد السامبل sample size كامل اللي هو بالنسبة لي هنا 50 plus عدد minus عدد الفاريبلز هما ناقص 2 عندي 2 variables فحيبقى 48. دي كلها أنا بالنسبة لي معلومات ممكن نقول ما مهمة شديد في decision making لكن لفهم الريزلت. المهم عندي التي ستاتستيك هنا. طيب التي ستاتستيك دي بقراها كيف؟ بقارنها بواحد من طريقتين، يعني بصل للكونكلوجن. نحن ما قلنا هنا عايزين نعرف هل في فرق بين كلاس A وكلاس B في الفاريبل اللي هو الماث ماث سبجكت مثلا سكورز الماث سكورز ولا لا. عشان اصل للاجابه بقارن التي تيست ب الكريتيكال فاليوز اللي هي تي كريتيكال 1 سايد والتي كريتيكال 2 سايد. عاده احنا بنقارن بالتو سايد. فاذا كانت اقل منها معناها شنو؟ معناها وي فيل تو ريجكت ذا نون هايبوثيسيس. يعني شنو وي فيل تو ريجكت ذا نون هايبوثيسيس؟ معناها احنا ما قادرين نلقى فرق. ما احنا قلنا النال هايبوثيسيس انه الفرق زيرو ما في فرق هم زي بعض. فوي فيل تو ريجكتد معناها انه ما في فرق. يعني باختصار الكونكلوجن اللي وصلنا له من الاناليسيس ده انه الاداء بتاع كلاس A وكلاس B متشابه بالنسبه لماده الرياضيات. كيف قسناها بالريزلتس؟ الطريقه الثانيه واللي هي تعتبر اسهل انك تشوف البي فاليو للون سايدد وللتو سايدد. وزي ما قلنا عاده نحن بنستخدم التو سايدد ما لم يكون اساسا الهايبوثيسيس انه عايزين نحن هنا بنشوف فريق بس. اذا عايزين نشوف هل كلاس A احسن من كلاس B ده كده بيكون وان سايدد، او كلاس A أسوأ من كلاس B بيكون وان سايدد. لكن لو عايزين نشوف انه بس في فريق ده بيكون تو سايدد او تو تيلد. ف جنرالي بيكون ياهو تو سايدد، لكن بعدك زي ما قلنا على حسب الهايبوثيسيس. فهنا الطريقه الاسهل انك تشوف التي البي فاليو للتو تيلز اللي هي هنا 0.9. بشكل عام في السوشيال ساينسز اي بي فاليو اقل من 0.05 تعتبر significant. يعني اذا هنا دي كانت 0.05000 معناها كده انا في البوردر لاين. عايزه تكون اقل من كده ب ديسيمال واحد عشان اقدر اعمل ريجكشن للنل هايبوثيسيس انه هم زي بعض، واقول انه لا هم ما زي بعض في فريق. فزي ما قلت المختصر بتاع الموضوع ده كله انك انت تعاين للبي فاليو اذا هي اقل من ال 5% اللي هي 0.05. اذا اقل من ال 5% معناها في فريق، لو اكبر من ال 5% معناها ما في فريق. طيب نشوف المثال الثاني. هنا عندنا نفس الكلاس كلاس A لكن أخذنا درجاتهم في الماث وفي الساينس، معناها ده paired samples t-test لأنه هو نفس الكلاس أخذنا له two different scores اللي هما two variables. بنفس الطريقة حنمشي للdata tab data analysis حنعمل paired two sample for means. أوكي حنجي هنا حنحدد البيانات including labels زي ما قلنا. هنجي هنا تاني حنحدد الفاريبل الثاني وهنا الالفا اللي هي significance level بتكون default 0.5. ممكن اقللها ممكن ازيدها لكن زي ما قلنا دي الدرجه الديفولت. الاوتبوت رينج هغيره عشان ما يغطي الفات
هنحطه في نفس الحتة هنا. و يبرس اوكي. فدي النتيجة بتاعتنا هنا اللي هي Pearson correlation. باقي الريزلتس زي بعض. هنا شكله في حاجة بس اتعملت غلط، ما أدى نفس الرقم. طيب فهنا هنشتغل بالريزلت الفوق باعتبار إن هم نفس الريزلتس بس في اختلاف هنا. فالحصل إنه نفس الشيء، هنشوف المينز والفارينسز والعدد بتاع الأوبزرفيشنز. هنا أضفنا البيرسون كوريليشن اللي هو الطريقة الميثود الأشهر لقياس الكوريليشن. زي ما قلنا الكوريليشن بيتراوح من واحد صحيح لماينس واحد صح؟ فهنا الكوريليشن ده بيعني لي إنه في علاقة ضعيفة، يعني 0.1 يعني almost مثلاً 12% إنه هما الاثنين بيتحركوا بنفس الاتجاه، يعني لو واحد زاد الثاني ممكن يزيد بنسبة 12%. الهايبوثايز مين ديفرنس طبعا بشكل عام الكوريليشن من 0.5 50% تعتبر الى حد ما مثلا يعني سيجنيفيكانت. في قياس برضو للسيجنيفيكانس لكن ما حنتطرق له هنا. فده الكوريليشن اللي هو برضو ما التارجت الاساسي بتاعنا. احنا دارين نجاوب على السؤال هل في فريق بين درجات كلاس A في الماث والساينس سيجنيفيكانتلي. فهنا الـ degrees of freedom 24 لأنه كل واحد حيتاخد separately. بعد ذاك هنا المهم عندنا الـ t statistic. بنفس الكيفية الـ t statistic بنقارنها بالـ critical value. فإذا بيجت نحن هناك قلنا شنو؟ هي كانت أقل من الـ critical value. فعشان كذا we fail to reject. هنا واضح إنها أكبر من الـ critical value سواء للـ one tail أو الـ two tail. فبالتالي we reject the null hypothesis. النل hypothesis قالت شنو؟ قالت إنه الاثنين زي بعض. معناها الإجابة الاثنين ما زي بعض. معناها في significant difference between الدرجات بتاعت الماث والساينس لكلاس A. خلاص؟ الطريقة الثانية زي ما قلنا بال p value. هنا دي طبعاً إكسل الأرقام الصغيرة شديد بيعبر عنها بطريقة كده غريبة. اللي هي بيكون فيها e في الآخر. فالرقم ده أقل من 0.00 حاجة. في طريقة لأنك أنت تعمل له conversion أنا مذكرها كيف، حيث أنه يظهر لك يعني هو عنده عدد بتاع decimals معين، حتشيل الرقم ده وحترفعه للأس بتاع 12، فحيكون زي في 12 صفر في الأول حتى بعد ذاك الرقم ده. فده p-values غير شديد definitely أقل من 0.05 وبالتالي we reject null hypothesis. معناها إنه في فريق significant بين الماث grades والساينس grades. okay. طيب نمشي خطوة لقدام. regression analysis. هنا عندي بيانات بتاع salaries. هنا salaries بال monetary value بالقروش يعني 57,000 وده the log of the salary. فده اللوج اوف ذا سالري. عاده اللوج بيستخدم يعني ده بيسموه الفانكشنال فورم للريجريشن، ما حنتطرق له هسي في تفاصيل كثيره. انه بيساعد في انك تتخلص من القصه بتاعت السكيونس. لو متذكرين كان قلنا انه التوزيع بتاع السالاريز ما توزيع طبيعي، بيكون سكيود تو ذا رايت. فالسكيونس يعني من الاسامبشنز الاساسيه في الريجريشن اناليسيس انه يكون في نورمال ديستريبيوشن. فاذا ما كان في نورمال ديستريبيوشن الريجريشن ما بيشتغل كويس. عليه احنا بنحاول نعمل معالجه لقصه السكيونس دي باننا ناخد اللوج. ما مهم شديد الكلام ده هسه، دي تفاصيل. فالعايزين ان احنا نعمله انه نعمل ريجريشن اناليسيس اللي هو نشوف الامباكت اوف وان فيريبل أو في حالتنا two variables على dependent variable. عايزين نشوف الimpact of education قايسينه بعدد سنوات الدراسة. خلاص؟ يعني 15 سنة دراسة اللي هي بتعادل شنو؟ لو قلنا الأساس مثلا كم؟ 6؟ الأساس 6 والثانوي 3 9 والجامعة كم؟ 4 13 كده صح؟ أنا زول ده عامل ماستر تقريباً.
وهكذا دي طريقة القياس، إنه دي عدد سنوات الدراسة. هنا الجندر المفروض طبعا يكون في توضيح إنه 1 بتمثل شنو و 2 بتمثل شنو، لكن فلنفترض إنه 1 بتمثل الميلز و 0 بتمثل الفيميلز، لازم طبعا حاجة تتوضح. ده مثال لدمي دمي فاريبل أو باينري فاريبل، هنشوف هنا كيف بيتم تقسيمه. فهنا عندي 2 فاريبلز زي ما قلنا هناك في الشرح، إنه اللينير ريجريشن ما شرط الاندبندنت فاريبلز ديل يكونوا الاثنين continuous أو رقميين، يعني عندهم زيادة رقمية، ممكن عادي يكون باينري، لكن اللينير ريجريشن لازم الديبندنت فاريبل اللي هو الريسبونس فاريبل الحاجة نحن عايزين نشوف الامباكت عليها لازم يكون continuous. اوكي، اذا ما كان continuous قلنا بنستخدم اللوجيستيك ريجريشن. ف اول حاجة حسبنا الكوريليشن بين الفاريبلز كلها الثلاثة. الكوريليشن بنحسبه كيف؟ بنجي هنا في الديتا اناليسيس بنختار الكوريليشن، بعد ذاك بنختار الفاريبلز كلها وبنقول انه هي جروب باي كولومز، يعني ده جروب وده جروب وده جروب. وانه الليبلز في الفيرست رو، وبنختار بعد ذاك وين عايزين الاوتبوت يطلع. الاوتبوت نحن عايزينه يكون هنا مثلا اللي هو نفس التابل ده، فبديني الكوريليشن. الكوريليشن طبعا كله فاريبل مع نفسه الكوريليشن بتكون واحد، ولان الكوريليشن مثلا بين السالري والإدوكيشن هو نفسه بين الإدوكيشن والسالري، فالحته اللي فوق دي بتكون فاضيه لانه نفس الشيء يعني هيتكرر هنا فوق. فمثلا هنا الكوريليشن بين الإدوكيشن والسالري 60%.66، والكوريليشن بين الجندر والسالري 0.4. طبعا النسب دي ما مكمله لبعض يعني، بس دي صدفه أو هي دي ذاتها ما بتكمل بعض، يعني ما بتعمل واحد صحيح، ما بتتقسم عليهم، ممكن تكون أي حاجة. فهنا واضح إنه العلاقة بين الإدوكيشن والسالري أعلى من العلاقة بين الجندر والسالري، لكن برضو العلاقة بين الجندر والسالري يعني ما بسيطة شديد، ما 0.1. معناها إنه إذا 1 ده بيمثل الميلز معناها الميلز إنك تكون ميل الامباكت حقه أعلى على السالري من إنك تكون فيما إذا 1 بتمثل الميل. خلاص، فدي أول قراية إحنا بنقراها الكوريليشن بين الفاريبلز. بعد ذلك بنشوف الكوفيرينس، وحقيقة الكوفيرينس ده ما بيستخدم كثير لكن هو برضو إنديكيتر، أنا ما هاجي في تفاصيله بس عشان ما يحصل كونفيوجن، هو ما مهم شديد، بيقرا حاجة مختلفة. نجي بعد ذلك للريجريشن، برضو بيتم بنفس الطريقة، هتمشي للديتا أناليسيس هتشتغل الكوفيرنس هتحدد الفاريبلز وهكذا للناس اللي يعني interested to know. الريجريشن بعد ذاك هنجي للديتا أناليسيس ونختار ريجريشن، بنجي بنحدد ال y variable اللي هو مفروض يكون واحد، فهو هيكون عندي هنا salary اللي هو dependent variable ال y. خلاص، بعد ذلك هحدد الـ X اللي هم الـ Independent Variables دي اللي هيأثروا لي على الـ Dependent Variable، ممكن أختار أكثر من Variable فبحددهم كلهم. وبعد ذلك في تفاصيل صغيرة، إنه مثلاً في Label الـ Confidence Level هو Default بيكون 95 اللي هو الـ Confidence Level ده عكس الـ Significance Level، إذا هي بهناك 5% ده هتكون 95%. ممكن تختار إنه الـ Constant يكون 0 لكن ما recommended أبداً. يعني شنو الـ Constant يكون 0؟ معناها إنه إذا ما في Education مثلاً، إذا حنقيس العلاقة بين السالري والـ Education، إذا كان الـ Constant 0 معناها لو ما في Education ما في سالري خالص، لكن في فعلياً ما بيكون ده الكيس، يعني الزول ما عنده ولا عام من الدراسة ممكن يكون عنده سالري باعتبار انه ممكن يشتغل حاجة تانية. فنحن بنخلي الموديل هو اللي يحدد الكونستنت كم، اللي هو الكونستنت ده اذا كانت الفاليو بتاعت الاندبندنت فاريبل زيرو معناها ده البيز ليفل، انه لو ما عندك اي حاجة من الفاريبل ده برضو حتاخد الديبندنت فاريبل في الكونستنت يعني المحدد. في عدد من الجرافز اللي ممكن تختار انها تظهر لك،
في residuals وresidual plots والline fit plot والstandardized residuals، كل هذه options أنا اخترت منها بس line fit plot لأنه بس ما في داعي للconfusion، ممكن مرة تانية نتكلم عنه. طيب لأنه هنا already في الresults دي نفسها اللي هتطلع، فأنا هعملها في صفحة جديدة. وحنمشي سريع نشوف كيف بنقرأ الـ results. طبعاً بالـ line fit ده بيطلع لك بعدد الـ dependent الـ independent variables لكل واحد، لأنه هو scatter plot. الـ scatter plot ما بيشتغل لأكثر من two variables، فحيقوم حيكرروا لك هنا مثلاً salary مع education، هنا salary مع gender. طيب هنا دي الـ R square. الـ R square هي بتقيس لي الحياة المهمة، أنا حمشي بس في الحياة المهمة. الـ R square والـ adjusted R square ده بيقيس لي الـ predictory power، اللي هو إلى أي مدى الـ variables education والgender قدروا to explain التغيير في السالري. لو وضحت، لو ما وضحت الاختصار إنه كل ما كانت الـ R أعلى أفضل، معناه أنت قدرت تفسر جزء أكبر من التغيير في السالري بناء على الـ variables اللي انت اخترتها. هنا الـ value تقريبا متشابهة، هي الـ adjusted R square بيكون adjusted لعدد الـ variables، فكل ما زاد عدد الـ variables بتنقص شوية لكن ما شديد. ففي الحالتين قريبة من بعض، اللي هي يعني معقولة انه education والسالري، الـ education والجندر الاثنين بيفسروا 48% من التغيير في السالري. اوكي، فدي القراية الأولى المهمة اللي هي الـ R square. بعد ذاك هنجي ده هنا ANOVA. ANOVA ذاته اللي هو جزء بيعبر عن حاجة مختلفة، برضو ما حنمر عليه. الحاجة المهمة هنا الـ coefficients والـ p-values، ده اللي بيوضحوا لي. باقي الحاجات دي كلها بتقرأ نفس الحاجة. طيب الـ coefficients بيوضح لي الـ magnitude أو الـ size of the impact، خلاص؟ اللي هو مثلا هنا الـ education والـ gender الاثنين positive، معناها الاثنين العلاقة بيناتهم مع الـ salary positive، إنه لو زاد الـ education بيزيد الـ salary. وإذا هنا طبعا ما بنقول لو زاد الـ gender، بنقول إذا الـ gender كان 1، إذا كان الـ gender 1 اللي هو لو افترضنا إنه male هيزيد الـ salary. أوكي؟ القراية بتاعت الـ variables إذا كانت numerical أو binary بتكون مختلفة. هل الـ impact ده significant ولا لا؟ بعرفها من هنا من الـ p-value. واضح إنه الاثنين أقل، زي ما قلنا لما يكون فيها e minus شنو كده ما تعرف، معناها ده عدد الأصفار الموجود في الأول، حتى من بعديه ويجي الرقم ده. فواضح إنه الاثنين very significant. أوكي؟ ده برضو significant اللي هو intercept، لكن عادة إن إحنا ما بنكون very interested في intercept اللي هو baseline، إنه لو ما في education خالص ولو ما محددين الجندر الزول ده حيبدأ السالري حقه من كم، فما بيكون دائما يعني ممثل يعني بيكون القيمة بتاعته فيها validity عالية، لأنه الانترسبت بيعمل absorption للميجرمنت ايرور وللبايسز وللحاجات الكثيره، فبيكون زي ما بنقول شايل قيمه ما حقته، شايل قيمه حقت فيريبلز ثانيه. المهم دي تفاصيل تكنيكال ما في داعي نخش فيها. بنلقى عندنا هنا الريزيدوال اوتبوت، اللي هو الريزيدوالز عباره عن الفرق، هو بيحسب لي predicted values، يعني للزول الاول ده نحن عندنا كان 400 وحاجة observation، فبيقوم بيعمل prediction، وبعد ذلك بيقيس الفرق بين prediction اللي هو عمله والactual اللي كان بهناك الحقيقي. فالresiduals دي نحن ممكن عشان نعرف هل النتيجة دي نحن بنعتمد عليها لأتخذ، ممكن نعمل لها visualization في شكل histogram. إذا كانت normally distributed الresiduals معناها الديستريبيوشن الأساسي بتاعنا كان إلى حد ما نورمال. زي ما شايفين هنا هي سكيوت شوية، لأنه هنا آخر قيمة هنا تقريبا، فهي مايلة على جهة يعني بتكون على اليمين، بمعنى إنه التيل الجنب الأقل
على اليمين، فهي skewed to the right، اللي هي حاجة بتشبه ال variable اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ال income، فحاجة طبيعية يعني، ما في مشكلة. طيب اللاينز دي بتوضح، خلينا نكبر شوية، بتوضح السكاتر بلوت مع البريدكشن، زي امبارح تذكروا لما شفنا الجراف بتاع الديماند فوركاستنج، بيكون في الاكشوال وبعدك في البريدكشن لاين. البريدكشن لاين ده اعتبره خط، بيكون هو جاي في شكل خط مستقيم، وده السكاتر بتاعه. فنحن متوقعين انه الاتجاه بوزيتيف وماشي لاعلى، يعني لو زي ما بقولوا مدينا الخط ده كده، ده الاكسبكتيشن بتاعنا الفوركاستنج حقنا. ده للإدوكيشن مع السالري. بالنسبة للجندر طبعا، لأنه زي ما قلنا هي دي باينري، فما بقدر أقرأ، ما بقدر أتحصل على معلومات كافية منه، لأنه هنا زي ما شايفين ده هنا زيرو لو كان الفيميلز مثلا، وهنا وان إذا الميلز. فبنلقى أنه بشكل عام هنا الفريكونسيز هنا أعلى، يعني بتصل الفاليوز هنا على، بتصل لحد هنا، وهنا دي اقصى حاجه بتصل هنا almost النص. فبديني انديكيتر لكن قرايته ما واضحه زي ال continuous variable. طيب اخر شيء هنا بالنسبه للاكسل الدمي variables، طيب الدمي فاريبل هنا في مثال من نفس الداتا سيت بتاعت الريجريشن، الجوب كاتيجوري اللي هي مصنفه لاي 1 2 3، 1 اوبريشنال، 2 ميدل، و3 توب اللي هي 3 ليفلز اوف مانجمنت او الجوب كاتيجوريز. فكيف انا يعني شنو دمي فاريبل وكيف بعمله؟ زي ما قلت في اكسل انت بتحتاج مانيوال تعمله، لكن برا اكسل في السوفت ويرز الثانيه بيتعمل اوتوماتيكلي، بيعملوه بحاجه اسمها one hot encoding، انك انت بتقسم، يعني هسه الحاجه اللي احنا بنعمل فيها دي اسمها one hot encoding، انه كله variable بدل ما هي كان variable job category بقى variable operational management، والvariable الثاني middle management، والvariable الثالث top management، وبقى one وzero binary. اوكي، ده اللي هو بعدين في الاناليسيس بحتاج اعمل الحاجه دي عشان الريزلتس تجيني اكيوريت، بعتبر كل واحد فيريبل براو. طيب كيف بعملها في اكسل؟ فورمولا بسيطه كالاتي. سؤال بالنسبه لانوفا اور ون واي ماس فيرينس، هي برضو شنو سمبل لايك ذات، يعني اي يعني برضو الريزلتس حقتها بيكون بنفس الطريقه، ما هم كلهم التي تيست والانوفا والكاي سكوير والريجريشن كلهم بيعتبروا من الهايبوثيسيس تيستينج تكنيكس، انك انت بيكون في هايبوثيسيس وانت بتختبرها هل هي صحيحه ولا لا، فبناء على البي فاليو ومقارنه لقيمه معينه بتقدر تحدد انه هل الهايبوثيسيس دي ريجكتد ولا اكسبتد، برضه ما فيها تفاصيل كثيره. طيب نشوف الفورمولا، انه عايزين نشوف اذا دي اف ستيتمنت عاديه، إذا الفاليو دي بتساوي الفاليو الفوق أنا أعمل 1، إذا ما بتساويها أعمل 0، اللي هي if logical test بعدك value if true value if false. خلاص دي المين فانكشن، يعني واحدة من المين فانكشنز بتاعت الإكسل. فهنا بس الحاجة اللي عملناها إنه الدولار ساين دي بتثبت الكولم. خلاص فلما امشي اسحب الفورمولا، الناس اللي عندهم شويه يعني نولج بالاكسل كان فولو، لكن الناس الجداد خالص بالاكسل ما حيكونوا فاهمين الكلام. المهم انه لما اسحب الفورمولا، اسحب الفورمولا بتثبت الكولم، يعني حتمشي ليه كده، هنا هتشوف دي هتثبت الكولم، هتمشي للرول بعدين هنا هتثبت الرو،
هتفضلي في 5، لكن هتغير الكولم، هتمشي كده اوكي. ولكل واحد من ديل هتقيس انه اذا بيساوي الحاجه اللي فوق له يعمل 1، اذا ما بيساويه يعمل 0. فدي الفورمولا باختصار زي ما شايفين هنا، هي يعني هسه لو مسحنا الباقي ده كله ومسحنا ده، نفس الفورمولا دي لما نسحبها هتتغير اوتوماتيكلي، هتلقى انه هنا انت هتقيس منه، هتقيس القيمه في الصف مع القيمه في العمود، اذا بيساووا بعض هتقول الفاليو اف ترو هتكون 1، اذا ما بيساووا بعض هيكون 0. وبعد ذاك بسهوله بتسحبها على بقيه الفاريبلز، وممكن تعمل تشيك، لازم تعمل تشيك في اكسل لانه مرات ممكن حاجه بسيطه تخرب لك الريزلت، يعني مثلا راندوملي تشوز مثلا ده هل هو هنا اي مع دي، هل هو فوق مع الكولم مع دي. فزي ما قلت دي حاجه ما بتحتاج تعملها في السوفت ويرز الجديده، بتتعمل خلاص. فده بالنسبه ل اكسل. ما عارفه هل في زمن نشتغل في سمارت بي ال اس ولا زمننا ما بيسمح، معلش انا بعتذر كان في انقطاعات كثيره اثرت على الزمن. نواصل دكتور الزمن لسه شوية. نعم ممكن نواصل الزمن لسه تزعلنا 7 دقائق. اوكي هي 7 دقائق ما بتكفي، لكن ممكن نمد شوية في الزمن اذا الباقيين ما عندهم مشكلة. طيب انا هطلع من السكرين دي عشان اجيب السكرين الثانية. واضحة السكرين؟ أيوة واضحة. طيب همشي برضو بسرعة شوية، يعني أحاول أمشي بسرعة شوية باعتبار أنه هو recorded. أنا بديت عملت مثال كان من هنا data analysis، بس على أساس أنه تكون الحياة موجودة. فالبيحصل كالآتي، أول حاجة بتعمل importing للداتا سيت اللي هتشتغل بها. زي ما قلت سمارت بي ال اس بيشتغل بالسي اس في فايلز اللي هي كوما سيبريتد فايلز، الفايلز الاكسل فايل العادي الورد شيت العادي ما بيقدر يقراه، ف you have to save بالفورمات بتاع سي اس في. خلاص مجرد ما عملت uploading للداتا بيقوم هو بيقرا لك وبيوريك انه هو شايف شنو. دي الـ variables بتاعتي كلها، دي عددها. بعد كده لو في أي missing values، ده descriptive statistic، means لكل واحد، median، minimum، maximum، standard deviation، الكورتوسس والسكيونس اللي هو ده مدى بعدها عن normal distribution. okay؟ دي الخطوة الأولى، we import the data. بعد ذاك we build a new model. building the model سهل جدا، أنا ممكن أعمل لكم واحد جديد بس عشان تشوفوا إنه هو very easy. بتيجي هنا ل latent variable واحد جديد، تعملهم كده بس you click، تعمل click. بعد ذاك تجي ل select، ممكن تختارهم الثلاثة، right click، تسميهم الاسم اللي انت عايزه طبعا عشان بعدين في ال report تكون الأسماء واضحة. فمثلا نسمي ده innovation، نسمي الثاني مثلا leadership، ونسمي الثالث performance. ده بس مثال سريع، ما شرط يكون accurate يعني. خلاص بعد ما سميتهم هتلقى انه هم الوانه لونه احمر. هتلقى انه لونهم احمر معناه انه في something wrong، ما بتقدر تشتغل، المفروض يكون لونهم ازرق. لونهم احمر ليه؟ لانه ما فيهم indicators. فهنا بديك الايرور، قال لك اول حاجه هو ما كونكتد باي حاجه وما عنده indicators. وشنو part of شنو incoherent graph، المهم انه معزول يعني. فالخطوه اللي بعديها انك انت بتجيب
الانديكيتورز. مثلا انا عندي انوفيشن ده عباره عن الفاريبلز من اكس 1 لاكس 6، بسحبهم بس دراج اند دروب، بحطهم هنا بيقوم بجراوند، بيعتبر انه خلاص ديل الفاريبلز الانديكيتورز. بيجي بعد ذاك لام دي الليدرشيب مثلا، بحددهم بسحبهم بجراوند، ممكن حتى تغير الشكل اللي هم مخطوطين به عشان يكون يعني شكله لطيف. بعد ذاك الواي دي الانديكيتورز بتاعت البرفورمانس، بسحبها وبخطها، برضو ممكن اغير ترتيبها كده. احنا عملنا الانديكيتورز، لو لاحظتوا هتلاقوا انه الايرورز قلت. الخطوه الثالثه انه تحدد شكل العلاقات. هنا انا قلت والله الانوفيشن ده بيأثر على الليدرشيب، والانوفيشن بيأثر على البرفورمانس، كده خلاص كفايه انه اي latent variable connected ب variable ثاني. لكن انا عايز امشي ابعد، انا عايز اقول والله الانوفيشن ده بيأثر على الليدرشيب، والليدرشيب برضو بيتأثر على البرفورمانس، فكده ده بيسموه mediation analysis، لكن ما هنتكلم عنه هسه. بعد ذاك كده خلاص، مجرد ما بقى لونه بلو معناه قابل للتحليل، بقى قابل للتحليل، بمشي هنا لcalculate PLS algorithm، بختار factor، ما احيانا ما بتفرق كثير، لكن هنا factor عشان نقيس الميجرمنت موديل، او اللي هو الميجرمنت موديل انه المستطيلات الصفراء دي هل بتعبر عن الدوائر الزرقاء ولا لا، ده الميجرمنت موديل. الستراكشرال موديل انه هل الاسهم اللي انا خدتها دي صحيحه، هل فعلا الدائره الزرقاء دي طالع منها السهم بتاثر على الدائره الزرقاء الداخليه السهم باختصار ولا لا، ده الميجرمنت موديل والستراكشرال موديل. اذا عندي داتا جروبس، انا هنا مقسمهم لجروبين، جروب 1 وجروب 2. جروب 1 فيه 46، جروب 2 فيه 29. ملاحظه انه سمارت بي ال اس المجاني ما بيشيل اكثر من 100 اوبزرفيشن، فاذا الاناليسيس حقك اقل من 100، سامبل سايز حقك اقل من 100، ممكن تستخدمه عادي. لو اكثر من 100 يو هاف تو باي. فانا اخترت الجروبين، فكده هيحسب لي اي حاجه للجروب الاول براو، وللجروب الثاني براو، وللاثنين مع بعض. اوكي، بعدين كوي ستارت كالكوليشن. عاده سامبل سايز الصغيره بتاخذ زمن كثير. هنا لو شايفين الديتا جروب بتلقى فيه كومبليت وجروب 1 وجروب 2، تحدد بناء عليها انه انت عايز تشوف الريزلتس حقت منه. المهم بالنسبه لنا هنا نحن بنقيس في الميجرمنت موديل، اول حاجه الاوتر لودينج. طيب الاوتر لودينج بتتقاس بحاجه اسمها كرومباخ الفا وكومبوزيت ريلايبيليتي سكور. المهم تفاصيل كده تكنيكال ما ضروري نمشي فيها. فالمهم انه اللودينجز هنا تكون لونها اخضر، بمعنى انها اعلى من 0.6 اعتقد الثريشولد لحد 0.6. فاذا اكثر من 6 معناها هي يعني هنا M1 ده ممثل للليدرشيب وكونسيستنت مع ال M2 وال M3 وال M4، ده معناها كده انه والله ماشيين مع بعض كلهم بيعبروا عن نفس الحاجه دي. تجي هنا للكونستركت ريلايبيليتي اند فاليديتي اللي هم ديل كرومباخ الفا، الفاليو الثانيه دي انا ما اعرفها وما حصل استخدمتها، الكومبوزيت ريلايبيليتي والافريج فيرينس اكستراكتد، ديل كلهم بيعبروا عن الكونستركت ريلايبيليتي اند فاليديتي اللي اتكلمنا عنه امبارح. فاذا كلهم لونهم اخضر معناها ممتاز. هنا الكرومباخ الفا والكومبوزيت ريلايبيليتي المفروض ما تكون اقل من 0.7، والافريج فيرينس اكستراكتد المفروض ما تكون اقل من 0.5. إذا كانت أقل من كده هتلقوها باللون الأحمر. Discriminant validity ده إنه هل ده مختلف عن ده ولا لا. الريشيو الأولى دي الـ Fornell Larker criterion دي outdated لكن لسه الناس بتستخدمها. مفروض إنه علاقة الـ variable مع نفسه تكون القيمة حقتها أكبر من الباقيين، بس ده الـ criterion. لكن الـ HTMT بتقيس أكتر، هنا لو شايفين ديل بالأخضر المفروض تكون النسبة دي أقل، يعني لو بقت أكتر ما كويس، دي عكس. فهنا دي معمولة بوردر لاين، عاملينها بالأسود عادي لأنها ما تمام لكن ما غلط. إذا كانت غلط حتكون بالأحمر. هنا لحد 0.9 أعتقد مسموح بها. فده كده أنا بشكل عام بقدر أشوف الريلايبيليتي والفاليديتي للكونستركتس. ممكن أشوف الموديل فيت بيوريني حاجات، يعني هنا ال NFID كويسة، دي عايزينها تكون أقل ما يمكن، دي عايزينها تكون أعلى ما يمكن. فزي ما قلت دي تفاصيلها بس عايز أوريكم سريع. نفس الحاجات دي بتقدر تغيرها مثلا لجروب 1، ممكن هنا لجروب 1 تكون كويسة، لجروب 2 تكون ما كويسة، لكن واضح إنه هنا ما في مشكلة. طيب ده كده إحنا قيمنا الميجرمنت موديل.
إنه والله المستطيلات الانديكيترز اللي أنا اخترتهم بيعبروا بشكل كافي عن الفيريبل اللي أنا عايز أقيسه. بعدك حنجي للإيفالويشن للستركشرال موديل، إنه هل فعلا العلاقة دي significant والعلاقة دي significant والعلاقة دي significant كده. فدي بنقيسها بالبوتسترابينج، وهنا حنغير path بدل ما تكون factor. ما ممكن نعمل complete bootstrapping إذا sample size صغيرة، إذا sample size كبيرة هتاخد زمن كتير. المهم ده هنا بديني significance، هتلقوا إنه في p values هتطلع بعد شوية بتوريني إنه هل الحاجات المختلفة اللي أنا قيستها دي significant ولا لا، وكل حاجة عندها قراءة مختلفة. طيب calculations done. دائماً لما تشوفوا الأخضر كده بتبتهجوا، معناها إنه كويسة الريزولتس. فواضح هنا للكمبليت سامبل إنه الانوفيشن عندها significant impact على الليدرشيب، والانوفيشن عندها significant impact على البرفورمانس، والليدرشيب عندها significant impact على البرفورمانس. ده للكمبليت سامبل. لو جبنا جروب 1 بنلقى إنه في واحدة طلعت بالأحمر، معناها هنا الانوفيشن ما عنده significant impact على البرفورمانس، هو فعليا عنده لكن mediated ده تفاصيل. والليدرشيب عندها. طيب لو جبنا جروب 2 هنلقى انه لا كلهم عندهم significant impact. في طريقة تانية عشان نشوف الريزلتس، من هنا بنغير الداتا جروب، سواء الجروب الأول الثاني أو الثالث، ممكن يكون في أكثر من جروب، أو الكمبليت. بعدك هنا عشان تكون فيجوالي أوضح بتغير الأسهم، إذا كانت off كل الأسهم بتكون زي بعض، إذا كانت relative values كل ما الخط كان أسمك هيكون معناها العلاقة significant أكتر. يعني هنا زي ما شايفين دي 0.5، دي 0.7 أعلى، فبالتالي الخط هنا أسمك، دي هنا هي برضو significant لكن أقل لأنها أقل من 0.5، فالعلاقة برضو significant لكن لأنها أقل من ديل فمعمولة بخط أنحف شوية. ديل برضو عايزين نعرف هل هم significantly affecting ده ولا لا، برضو هتلقوا إنه هم معمولين بأثيك لاينز. فدي باختصار الريزلتس اللي انت مفروض تعملها reporting في structural equation modeling لل measurement model والstructural model. هتلقوا هنا برضو في significance لمثلا كل حاجة، كل measure برا مثلا composite reliability وال Kronbach alpha هل هي significant ولا لا. بعد ذاك هنا discriminant analysis تلقوا outer loadings نفسها، يعني loading مثلا ممكن يكون ما أكثر من 0.6 لكن برضو significant، فهنا انت بتعتبره انه كويس حتى لو هو 0.5 حتى لو هو 0.4، يستحسن ما يكون اقل من 0.5 لكن اذا هو 0.5 ل 0.6 وسيجنيفيكنت بتعتبره انه هو كويس ما بتستبعده. فده يعني دي لمحه سريعه كده عن السمارت بي ال اس بيشتغل كيف، وزي ما قلت هو سبيسيفيك للستراكشرال ايكويجنج موديلنج باستخدام البارشال ليست سكوير ميثود. يعني حتى structural equation modeling عنده method تانية covariance based ما بيشتغلها، فده software very specific. لكن إذا أنت شغال بالmethod دي اللي هي واحدة من methods very common في البزنس، فهيكون مفيد جدا بالنسبة لك إنك تتعلمه، لأنه زي ما شايفين very يعني user friendly، وتقدر إذا عندك paid version طبعا تقدر تعمل exporting لإكسل أو للويب اللي هو بشكل format HTML أو لR، لكن بالفري فيرجن ما بتقدر. يعني دي واحده من المشاكل بتاعت الفري فيرجن، انه لو عايز تطلع الريزلتس دي يا اما تاخد سكرين شوت او تنقلها بيدك، فالموضوع بيكون شويه عقيم. ممكن هنا مثلا في ممكن تو انكريس ذا ديسيمالز لو عايز تفاصيل اكتر، ممكن تو ديكريس ذا ديسيمالز لو انت ما عايز تعرف بس الرقم النهائي، طبعا ما بتكون واضحه شديد. هايد زيرو فاليوز لو في حاجه زيرو ما عايز تشوفها، وهنا بتبدأ new path لو عايز تبدأ موديل جديد، أو new project لو عايز تبدأ من البداية هنا project جديد. في حاجة تانية؟ ما أعتقد في حاجة تانية. طيب كده نكون وصلنا لختام الورشة بتاعتنا الليلة. أتمنى إنه أكون قدرت أفيدكم بمعلومات كويسة. زي ما قلت امبارح برضو في ختام الورشة، إنه الزمن بسيط على إنه زول يمر على كل التفاصيل بدقة، لكن دي يعني
highlights للحاجات الموجودة، وبعد ذاك you can further pursue. تلقوا tutorials كثيرة، بتلقوا تفاصيل كثيرة بتوضح لكم لقدام ممكن تعملوا شنو، ممكن تستفيدوا كيف. فأسفة إذا أطلت عليكم، وأسفة على الانقطاعات المتكررة، وأتمنى إنه يعني بتمنى لكم التوفيق في حياتكم إن شاء الله العملية والنجاح. شكرا دكتورة، والله بجد يعني كانت المحاضرة شيقة، وأنا متأكد كل الناس استفادت، وده كبيسي ممكن الناس تحاول يعني تتعمق الدور الدائر في المجال يتعمق أكثر إن شاء الله. وشكرا جزيلا للمعلومات القيمة، وقد يكون هنا تجاوب لكل الأسئلة، ما عايزين عندنا أسئلة. أيوة ما أعتقد في أسئلة. ما في أسئلة كثيرة، وأشكرك كثير. وفي هنا سؤال قال كيف أبني داتا أناليسيس. طيب وين السؤال؟ ما شفته. طيب شو سؤال حسي، كيف يبني شنو؟ قال كيف أبني داتا أناليسيس بورتفول قوي وعارض في الانترفيو. بورتفوليو. Yes. طيب عشان تبني داتا أناليسيس بورتفوليو تشتغل بروجكتس. أبدأ من أي بروجكت زي ما قلت، في ويب سايتس كثيرة، يعني في داتا كويست، في داتا كامب، في واحد اسمه 365 داتا ساينس. فدي كلها مواقع أو بلاتفورمز بتقدم paid courses، هي paid طبعا، لكن في طرق للتحايل. يعني أنت ممكن تشتغل بفري ترايل، ممكن مثلا في مواقع معينة بتديك مثلا فري سبسكريبشن لشهر لشهرين لثلاثة وهكذا. لكن اليوتيوب الواحد ده فيه توتوريالز كثيرة جدا. ممكن انت البورتفوليو زي ما قلت عشان تبنيه لازم تشتغل بروجكتس، فانت تشوف بروجكت وتقلده. في برضو موقع اسمه كاجل. كاجل ده فيه برضو داتا سيتس كمية مهولة، وفيه بروجكتس، فانت تشيل بروجكت وتحاكيه تكرره. اتقنت الميثود تجيب داتا سيت مختلفة وتنفذ نفس الطريقة بتاعت الاناليسيس، ده كده بيبقى بروجكت انت عملته. فكل ما تشتغل في بروجكت هتواجهك مشاكل من نوع مختلف، هتقدر تحلها، هيبقى عندك اكسبيرينس، هيبقى عندك بورتفوليو. وبعدك طبعا اهم حاجة انك تريفلكت البورتفوليو بتاعك. للأسف دي حاجة انا ما عملتها لحد هسي، لكن يعني willing to do. انك انت تعمل البورتفوليو نفسه، يعني توري البروجكتس اللي انت اشتغلتها، لأنه ما في زول حيمشي يفتش بوراك يعرفك إنك أنت عملت بروجكتس ولا لا. ففي مواقع زي مثلاً جوجل، باسمه شنو، جوجل ويب سايت أظن، بيسمح لك إنك أنت تعمل ويب سايت حقك for free. فمنه بتقدر تعرض البورتفوليو بتاعك، شنو البروجكتس اللي اشتغلتها. برضو البروفيشنال سيرتيفيكتس اللي ذكرتها قبل بتاعت جوجل وبتاعت اي بي ام، عشان تخلصها لازم تعمل project. فالproject بتاعهم بيكون guided، يعني انت بعد ما تدرس كل الماتيريال بعدك بيقولوك انه انت كيف تعمل project. فبرضو بيكون مفيد، بيديك hands on experience، بتقدر تعرف بالضبط الخطوات شنو المفروض تعملها وكيف تقدر يعني تصل لنتائج كويسة وهكذا. طيب برضو في سؤال في نفس السؤال برضو، قال ما حميتك كdata analysis لأي شركة، شنو سبب المقابل المادي المرتبط؟ ما حميتك كداتا أناليسيس لشركة؟ ما شنو؟ الأهمية بتاعت كإنسان داتا أناليسيس لشركة، أهميته شنو؟ أهميته. طيب هو عموما الأهمية بتاعت الداتا أناليست ماشا، يعني الريكوجنيشن هي الأهمية موجودة، لكن الريكوجنيشن بتاع اعتراف الشركات بها ماشي زايد. فبتلقوا إنه المجال بتاع الداتا أناليسيس والبزنس اناليسيس بالنسبه لانه انتوا ناس خريجين بتاع البزنس او ايكونومكس برضو، ف ماشي زايده. ف
فبيجي في ريكوجنيشن انه والله الديتا اناليست هو البيزنس اناليست ده زول مهم، ما زول ساي بي دي يعني التكلفه بتاعته ما مبرره. طبعا بالنسبه للشركات اي تكلفه لازم تكون مبرره، فهي مهمه. وهنا في السودان في شركات كثيره يعني بتوظف ديتا اناليست او بزنس اناليست، فهو عموما ككارير تراك جود تشويس. يعني ممكن الزول لو حاب المجال وحاس ان هو يعني عنده الامكانيات انه يواصل فيه، عنده very high potential يعني في المستقبل. والسالاريز بالضبط انا ما متاكده، بتختلف اعتقد من يعني من قطاع لقطاع، لكن ما اكيد ما حتبدا بهاي سالاري. حتى لو كنت بزنس اناليست رهيب كانتري ليفل ما حتبدا بهاي سالاري. الموضوع على حسب تقييم الشركه للبزنس اناليست، وبعد ذاك القدره الثانيه على الدفع، ومهم عوامل كثيره. لكن ما يعني مجال كويس بالنسبه للناس الانترستد. تمام، بعد زين عندنا سؤال ثاني. طيب طيب هنا نشكر كل الحضور، وان شاء الله كده نتلاقي بكره في ورشه بتاعت التواصل والذكاء العاطفي، وشاكر لكل الحضور ومصطفى. ما يا أخي ما شاء الله، يعني ورشة يوم دي كان حاجة جميلة. يعني أميس وعندنا خلت الزول يفهم الصورة العامة يعني تفاصيل الداخل وكده، يعني فأشياء كثيرة يا دكتور. العفو.